الانترنت والانترنت والكوميونيكيشن ميديا والداتا بروسيسنج. تمام، هنشوف واحده واحده. قبل ما نخش في التفاصيل الاربعه بيلر دولت، دي امثله في الدياجرام كده للاوبجكت اللي هي انترنت ثينجز. الانترنت ثينجز اللي هي تتوصل بالانترنت وتمونيتور وكنترول بالانترنت. ماشي، وبرضه الاستاذ دي بتدي امثله، بتكمل بقيه الايه الامثله للقصه دي. ده طبعا تقدروا تشوفوها كده، مفيش مشاكل. امثله نذكر بعضها: كونكتد كارز، العربيات اللي هي متوصله بالانترنت اللي فيها جي بي اس، وبعد كده بتتبعت الداتا بتاعتها عن طريق دي ام اس. حضرتك لما بتعمل الاوتوماتيف كار اللي هي سيلف درايفنج كار، سيلف درايفنج كار حضرتك لما بتعمل جوجل ماب تراكنج، برضو كل دي حاجات ايه بتوصل بالانترنت. الكونكتد هومز، التطبيقات اللي في البيت لما بتعمل بالموبايل، تقفل التكييف، تفتح التكييف في الموبايل، تقفل الجهاز، اي حاجه، يبقى ايه ده برضو من خلال الانترنت بالموبايل. كونكتد اركتشر، هنشوف مثال على القصه ديت، ان في الزراعه ازاي بنعمل ايه، نتحكم في الري وتنسق ازاي التربه لما يوصل للجفاف الرطوبه فيها المكان ايه لمستوى معين، يقلع إيه لمستوى معين. الريتيل، هنشوف برضو تطبيقات في السوبر ماركت ازاي ان هو يقدر يوجه العميل للمكان اللي هو فيه البضاعه المتوقع ان هو يشتريها. هيلث كير، في تطبيقات كثيره في الهيلث كير، منها في الحاجات في الرياضه، هنشوف برضه امثله لها. في الصناعه طبعا الاندستري 4 هنتكلم عليها بتفصيل كمان شويه. بالكونكتد سيتيز او السمارت سيتيز، طبعا سيتيز بتتوصل بالانترنت، بتعمل المرافق بتاعتها بتدار بالانترنت اوف ثينجز. تمام، وهنشوف برضه امثله للكلام ده. طبعا اكيد سمعتوا عن التطبيقات اللي هو من امثله حاجات برضه للثينجز، اللي هي الساعه والجراب اللي بيلبسوا الناس كبار السن ويقيسوا طبعا الدكتور السكر والضغط، ولو حصل كوما ولا حاجه بيعمل الارم ويبلغ عنها الجهاز ده، اللي بيلبسوا في ايده عاده الناس كبار السن بدل ما يحصل لهم ازمه محدش يحس بيه، خاصه لما يكونوا قاعدين لوحدهم. في طبعا البايكوكراس سنسورز والسمارت جنز اللي ندعو بيها. في الرياضه طبعا سمارت تنس، الواي فاي رايترز، سمارت سموك ديتكتورز لتكتشف الدخان، الكواليتي سنسور في حاجات التطبيقات البيئيه، الفاير برضه سمارت فاير اكسشينجرز برضه الايه ده عشان تعرض لحاجات العسكريه. ماشي، طيب برضه من قدمت الامثله الفود اليرت سنسورز، يعني مثلا ايه؟ ان ما تقل درجه حراره في النقل العربيه لايه؟ عن درجه معينه عشان الحفظ في الثلاجات اللي هي بتحركها اللي بتتنقل فيها الاغذيه مثلا او الادويه. فبالتالي في سنسور القصه ديت اللي هم انرجي مونترنج كنترول، السمارت دور لوكس، الانفراستراكشر كونكريت انفراستراكشر مونترنج، السويل الاجهاد والضغط اللي عليها، يعني السويل مونيتورنج، التربه الحاجات اللي محطوط فيها، الريتيل اناليسيز والبريدكتيف ماشين زي ما قلنا، هندي مثال لها في مكان التصوير ان شاء الله. طيب نشوف بقى ازاي بحاول اعوض الايه ال 10 دقائق اللي في الاول دول. نشوف ازاي الاوبجكت تحولت الى ثينجز. كتب كان زمان مش اوبجكت، لا بنتكلم على بروسيس كامله، يعني ايه فورم كامل بالاجهزه اللي فيه بكل حاجه. البروسيس ديت كنا بنعمل لها كنترول بالكمبيوتر ازاي؟ من خلال سيستم اسمه داتا اكوزيشن سيستم. تمام، بتعمل القصه دي ازاي؟ عندنا هنا البروسيس بيكون فيها سنسور تقيس الايه سيجنالز اللي عايزين نقراها، نعمل بيها مونيتور للبروسيس، ونبتدي بعد كده ان احنا نعمل لها كنترول، نحللها ونعمل بناء كده كنترول اكشن على البروسيس بالكمبيوتر. طيب السيجنال دي نوعين، في حاجات ديجيتال، ديجيتال يعني ايه؟ اون اوف، يعني تطلع رقم او تطلع خمسه سته، تطلع ايه؟ حاجات ديجيتال بال1 والزيروز. فدي تخش على البورتس بتاعت الكمبيوتر اي او عادي جدا، مفيش مشاكل. وفي حاجات بتبقى انالوج، انالوج يعني ايه؟ هي مستمره مش 1 و 0، لا ده هي مستمره مع الايه؟ الوقت، زي الحراره، الحراره على طول كده ايه؟ مستمره.
طب فدي الانالوج سيجنال. طب الانالوج سيجنال ديت ما ينفعش ادخلها على طول على الكمبيوتر حراره، ادخلها على الكمبيوتر ازاي؟ لازم ان انا احولها الرقم. احول الرقم ازاي؟ اول حاجه خطوه ان انا اعمل اخد عينه واثبتها، يعني اخد لها لقطه واثبتها. يبقى كده ايه؟ دخلت لقطه من سيجنال بتاعت الحراره وثبتها، وبعد كده تخش على انالوج تو ديجيتال كونفرتر اي دي سي، انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو بيحولها بقى من سيجنال انالوج تمام الى ديجيتال، ارقام رقم يقدر يقراه الكمبيوتر يتعامل معاه. كويس قوي. بيبقى عاده في عندي اكتر من انالوج سيجنال، فبنعمل ايه؟ كل واحده منهم بنعمل لها سامبل هولد بتاعتها، وبعد كده يا اما اعمل مالتيبلكسر قبل الانالوج ديجيتال كونفرتر علشان يختار واحده منهم ات تايم ويعمل لها كونفرجن ويدخلها جوه الكمبيوتر. انا المشكله عندي في الليميتيشن بتاعت البورتس بتاعت الكمبيوتر، ما عنديش بعد عندي 100 سيجنال مثلا بقيسه، ما عنديش 100 بورت في الكمبيوتر تمام، فبالتالي بعمل مالتيبلكسر دوت، وبعدين اطلع بعملها مالتيبلكسر قبل الايدي كونفرتر، وبعد كده اختار واحده منهم بالمالتيبلكسر واعمل لها كونفرجن وادخلش على الكمبيوتر بعد كده، وابقى عارف ان انا اخترت الايه؟ الحراره، اخترت الضغط، اخترت الفورس اند سو اون. او في كونفجريشن ثاني ان بيكون لكل واحده من دولت بعد سامبل هولد انا الديجيتال كونفرتر خاص بها، وبعد ما تحول ديجيتال يبقى ايه؟ يستخدم مالتيبلكسر عشان انقي واحده منهم وادخلها على بورد. الحاله الاولانيه لما يكون مالتيبلكسر قبل الانالوج ديجيتال يبقى كده هيكون انالوج مالتيبلكسر. لو كان بعد الديجيتال يعني سيجنال تحول للديجيتال بقى كده يكون ديجيتال مالتيبلكس. كلام كويس جدا. دخلت الاشارات بتاعتي، السيجنال بتاعتي دخلت على الكمبيوتر. في برامج والجوريزم داتا بروسيسنج بيحصل عليها، داتا بروسيسنج بيحصل عليها ايه؟ داتا بروسيسنج اهو مكتوبه تحت اهي. وبعدين نتيجه الداتا بروسيسنج دي التحليلات بتاعتها بيطلع كنترول اكشن. كنترول اكشن دي اصول انها تروح تتحكم في البروسيس، يعني زود الحراره، قلل الضغط، حرك الفورس، ما اعرفش حركها شويه كده، ارفع ما اعرفش ايه، يبقى ايه في ايه؟ الكنترول اكشن بتعمل القصه دي. الكلام ده طيب، هي طبعا الكمبيوتر ديجيتال يبقى لازم تتحول لانالوج. تتحول لانالوج ازاي؟ بالديجيتال انالوج كونفرتر. يعني هي بتتحول في الاول كانت الميجر سيجنال الاول كانت تحولت من انالوج ديجيتال كونفرتر الى ديجيتال، هنا بقى الكنترول سيجنال بتحول من ديجيتال لانالوج، بالديجيتال انالوج كونفرتر عكس يعني تمام. بقت انالوج سيجنال، السيجنال دي طالعه كهرباء، تشغل بقى موتور، تعمل تشغل سخان، تشغل ايه حاجه تفتح ال حاجه تشغل تسخن تعمل الاكشن كنترول اكشن مطلوب. هل في بعض الكنترول سيجنال ممكن تكون ديجيتال؟ اه، عشان كده سام رايح جاي. مثال ايه؟ افتح ريلي، اقفل ريلي 1 و 0، تروح تفتح الريلي وتقفل الريلي، او افتح بلب اقفل بلب تمام، او ممكن انا عايز افتح البلب لدرجه معينه، يبقى ده في حاله تبقى انا مش تبقى ديجيتال تمام. طب الكلام ده جميل جدا جدا، بس المشكله ان عندنا ايه؟ ان انا اول حاجه السيجنال الاشارات اللي انا بقيسها، السيجنال اللي انا بقيسها طبيعتها انها لها فورم ميكاني انرجي مش كهرباء، زي هي بتكون حراره، بتكون ضغط، يعني لها ايه اشكال اخرى. فاول حاجه مطلوب ان انا احولها لاشاره كهربائيه. اللي بيعمل القصه دي اجهزه اسمها ترانسدوزر. ترانسدوزر دوت بيحول الاشاره من الفورم الانرجي اللي هي فيها حراره كهرباء، حراره فورس، ما اعرفش بريزر كده، وتحولها الى ايه؟ الكتريكال سيجنال. يبقى ده اول خطوه، ان انا حولت الاشاره بتاعتي للالكتريكال سيجنال بايه؟ بترانسدوس. طيب السيجنال دي متفاوته، في سيجنال في حاجات بتطلع سيجنال بالملي فولت والملي امبير، وفي حاجات بتطلع بالايه؟ بالتند عشرات الفولتات. فيبقى لازم ان انا مش هينفع طبعا ان انا الديجيتال كونفرتر الدوائر الالكترونيه بتاعتي ديت تقعد تتكلم من ناس 5 زائد 5 من 0 ل 5 حاجه زي كده يعني، فطبعا مش هينفع لا الصغيره قوي تنفع ولا الكبيره قوي تنفع، فلازم اعمل لها سيجنال كونديشن. سيجنال كونديشن ده بعمل فيه ايه؟ السيجنال الصغيره الملي فولت اكبرها علشان يبقى الرقم الارقام بتاعت الرينج بتاعها من 0 لايه ل 5، يبقى تديني رقم معبر صح، والكبيره اصغرها تمام. ومش كده بس، في احيانا السيجنال تبقى ايه؟ في جزء فيها محتاجه يحصل لها شيفت، يعني هي دايما مثلا ريز معاها ايه؟ معاها سيجنال دي سي ثابته، فاشيل السيجنال دي سي ثابته دي عشان تبقى تطلع للقيم صح.
تمام. اللي بيعمل ظبط السيجنال كلها في حاجات كارنت تحوله الفولت. اللي بيعمل الكلام ده كله اسمها سيجنال كونديشننج سيركت، يبقى دوائر اسمها سيجنال كونديشننج. كلام جميل جدا جدا. الكلام ده كله السيستم ده كله اسمه ايه؟ داتا اكويزيشن سيستم. داتا اكويزيشن سيستم. سؤال يا ساده فاضل، سامعني؟ يا باشمهندس نرد عليا. سامعين؟ وشايفين سلايد 8 تمام؟ تمام يا دكتور. طيب ماشي عشان نكمل. طبعا هنسيبكم مفتوح علشان ايه لو حد عايز يسال سؤال. ماشي بس انتوا تخلي بالكم ان انتوا عملوش لما ايه تسالوا سؤال. طيب نيجي بعد كده عندنا ايه اللي حصل بقى عشان الاوبجكت ده اتحول الى انترنت سينك. ان كل الداتا اكوزيشن سيستم ده اللي احنا اتكلمنا عنه ده الرئيسه دي كلها السيمبل وغض مالتبلكسر والكونفرتر كل الكلام ده كله دخل بالكمبيوتر كمان دخل جوه الديفايس كله بقى ايه؟ جوه الديفايس. يبقى الداتا اكوزيشن سيستم داتا اكوزيشن سيستم دي اي اس زائد الكمبيوتر بقى جوه امبيدد جوه الديفايس تمام؟ وبيقوم بنفس الوظيفه اللي هي اوبريت ومونيتور وكنترول. وبس كل ما في الامر ان ايه يتوصل بايه بنت تبعت الداتا. فهنا لما دخل الداتا اكوزيشن سيستم والكمبيوتر جوه الديفايس بقى امبيدد جوه الديفايس، عشان كده بنسمي دي امبيدد سيستم، يعني الكمبيوتر كمبيوتر سيستم جوه سيستم تاني موجود امبيدد في سيستم تاني تمام كده. طبعا دي نتيجه تطور في مايكرو كنترول ان انا قدرنا نصغر الدوائر ونصغر قصه الدوائر ونقدر نعمل داتا اكوزيشن دي كلها في ايه؟ في دوائر صغيره، وبالتالي نقدر بقينا نقدر نركبها جوه الديفايس. يبقى ده امبيدد سيستم. بنقول دلوقتي او الناس بتقول، الناس بتقول تمام كده عشان نفرق بين كلام الناس وكلامي. الناس بتقول اني ديفايس ذات رانز اون الكتريستي ايذر اوريدي هاد or will soon have a computing system embedded with it. يعني اي جهاز بيشتغل بالكهرباء النهارده لازم هيكون فيه يا اما في دلوقتي embedded computer يا اما هيبقى فيه embedded processor embedded computer تمام. لازم يكون فيه embedded يا اما فيه بروسيسور يعني بيشغله بميموري بتقعد كل حاجه بالمعدات اكوزيشن بتاعتها يا اما هيبقى فيه قريب. طبعا بنتكلم بيشتغل بالكهرباء سواء كهرباء دي بنتكلم على متوصل بشبكه كهرباء او ان هو شغال على بطاريه اي سورس من الكهرباء بطاريه بقى او دي او دي تمام. ماشي كلام جميل جدا. الامبيدد بروسيسور بقى ايه انواع الامبيدد بروسيسور بنبنيها ازاي؟ الامبيدد بروسيسور بنبنيها ازاي؟ اول حاجه اول طريقه اول كلاس من الامبيدد بروسيسور ان احنا بنعملها بجنرال بيربز بروسيسور. نجيب بروسيسور انتل عادي جدا ونكتب له سوفت وير علشان ونعمل برنامج يتحكم كل حاجه باللبس واللي يشغل القصه دي بالسوفت وير. ما دوائر طبعا شويه دوائر انترفيس بسيط. ده اسمه سوفت وير سوليوشن، يعني الحل دوت عملت امبيدد بروسيسور بالسوفت وير. ماشي. في نوع ثاني بيكون كله هاردوير. ده اسمه سبيشال بيربز بروسيسور. ده اسم كله هاردوير فده هاردوير سوليوشن الاس بي بي. هاردوير سوليوشن دوت ليه بعمله هاردوير سوليوشن؟ بيكون زي ايه؟ يعني ايه؟ يعني البروسيسور دوت ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين انا بروسيسور انتل ممكن اعمل اكتب برنامج بقى يشتغل البروسيسور دوت للغسال، اكتب برنامج ثاني يشتغل للتلفزيون مع دوت اغير بس دوت الانترفيس، اكتب برنامج ثالث يشتغل ما اعرفش ايه. لكن الاس بي 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 ده ما ينفعش يشتغل غير مع الغساله دي الموديل ده الماركه دي والموديل ده، يعني ما ينفعش غير مع النوع ده بس تمام. ما ينفعش ان انا اخده واشغله في حاجه ثانيه. فبالتالي ده معمول مخصوص للغساله دي تمام، او النوع ده الطراز والماركه دي في الغسالات. فعشان كده ده بيكون كله ايه هاردوير سوليوشن. في حاجه في النص اللي هو ايه؟ اسمهم كلاس ده اسمه ابلكيشن سبيسيفيك، يعني هو خاص بمجال معين في التطبيقات. انستراكشن سيت يعني يتبرمج بروسيسور.
ايه اختصاره اي اس اي بي تمام بابليكيشن سيرفنج ستراكشر سيت بروسيسور اللي هو المايكرو كنترولر اكيد سمعتوا عن المايكرو كنترولر الاردينو والحاجات دي كلها والمايكرو تشيب والكلام ده كله فالمايكرو كنترولر دوت ده بقى مثل ايه ان هو بروسيسور لمجال معين فاميلي اوف بروسيسور لمجال معين تمام وايه ممكن يتبرمج طب زي يعني مثلا تلاقي في نوع في فاميلي مثلا بروسيسور كنترولر ديت للتعامل مع الصوت وفي فاميلي للتعامل مع الايمج في فاميلي للتعامل مع البروسيسور في فاميلي للتعامل مع الكنترول سيجنال حراره وضغط يبقى ايه على حسب نوع التطبيق يبقى انت تاخده وتبرمجه وتشوف حتى ايه التطبيق اللي من النوع ده هتشتغل بيه تمام كويس الهاردوير ده بنبنيه ازاي اللي هو هاردوير اس بي اس اللي هو سبيشال بريزل لما نيجي نبني الهاردوير بنستخدم عندنا حاجه من الاثنين يا اما نعمله هاردوير كله اسيد فطبعا دي علشان نسرع القصه بقى عندنا حاجه اسمها ايزي ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيرفر فديت بتبقى ايه بعمل التصميم باحد ادوات التصميم اللي هي سوفت وير برامج وبعد ما اتاكد انها تمام اوكي ببعت التصميم دوت بيتحرك في اي سيز معينه في المصانع يطلع على طول ايه بقت اي سيز ديت فيها كل حاجه جوه الايه الدايره اللي في المقطع بس ده لازم عشان اعمل القصه ديت يبقى لازم يكون عدد كبير من الاي سيز تمام وده طبعا هاردوير ما بيتعدلش ولا اي حاجه في نوع النوع الثاني اللي هو ال FPGA Field Programmable Gate Array دي بيحصل فيها ايه؟ دوت بيكون هي قابلة التصميم بتاعها قابل للبرمجة والتعديل وهي على البورد يعني معنى ذلك ان انا ممكن اعمل لها ايه؟ اغير الفيرجن اغير اصدار جديد اعمل ابجريد للديفايس تمام للكنترولر بتاع الديفايس فدي FPGA برضه هي بنفس الطريقة بتتعمل التصميم بسوفت وير والقصة ديت بس هنا بقى مش محتاج تبعت للمصنع هنا بتقدر توصل على البورد على طول التصميم بتاعك بالاي سي بكابلات معينه وتقول له برمج يروح محمل الايه التصميم دوت على الاي سي ديت اللي موجوده على البورد فبتقدر تعملها لوك في الفيل مش محتاجه انك تبعت في المصنع زي الايه زي الاي اس سي دكتور بعد اذنك هو الاي اس اي سي ده اختصار كلمه ايه؟ Application Specific Integrated Circuit. Circuit معمولة Integrated إيه؟ IC. IC Integrated Circuit. تمام كده؟ فهي Application معمولة Integrated Circuit ولا Circuit دايرة 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 بس صوت حضرتك بيقطع كل ما تيجي تقولها طب خلاص كده وصلت؟ والفيد بروجرامبل إيه؟ نعم فيد بروجرامبل ايه اللي هي تحتها فيلد بروجرامبل جيت اري جيت اري جيت اري يعني هي مصفوفه هي لا نوع من الرئيسيات عشان ما دخلكوش في التكنولوجي وتغرقوا فيها نوع من الرئيسيات بتبرمجه انت بتحمل انت تعمل التصميم وتحمله فيه طبعا وهي الرئيسيات موجوده على البورد يعني مش محتاج ان انت تفكها تروح تديها مصنع هي موجوده في الدايره بتاعتها راكبه على البورده بتروح مجرد التحمل بنوع معين من الكابلات خلاص اشتغلت الاسيت تحمل فيها الهاردوير وتقدر تشتغل عادي جدا تقوم بالوظيفه بتاعتها طبعا من الحاجات التكنولوجيا اللي ساعدتنا في القصه دي برضو ان ايه؟ ان بدانا نحول بعض السوفت وير الى فيرموير فيرموير يعني ايه؟ هي حاجه ما بين الهاردوير والسوفت وير يعني بمعنى صح هو برمجة برضه بس البرمجة دي بتتعامل مباشرة مع البروسيسنج يونت اللي جوه الكمبيوتر جوه البروسيسور يعني ما بتروحش يعمل انستراكشن فيتش وما عرفت ايه والقصة طويلة بتكون وقت أسرع بتاخد وقت أقل وسايز أقل علشان تعمل الفانكشن بتاعتها بتاخد حجم أقل وبتاخد وقت أقل وتكون أسرع بتبقى موجودة على فلاش ميموري بتحمل نوع بتبقى بتكتب بالمايكرو انستراكشن بقى مش من الانستراكشن المايكرو انستراكشن بتاعت البروسيسور تمام فطبعا بتبقى اسرع بكتير قوي بتبقى اسرع بكتير قوي من الايه من لو انا برمجت سوفت وير طيب كلام جميل جدا جدا بقت الدنيا بتحصل الدنيا تتطور اكتر بقى في حاجه عندنا اسمها اي بي كور ايه الاي بي كور
بيحصل ان انا عايز الموبايل دوت، لو فتحت الموبايل هتلاقي اي سيز واحد. كويس قوي. الاي سي دي فيها ايه؟ هتلاقي فيها الدايره اللي بتعمل موديليشن ديموديليشن للصوت، علشان بشرط الصوت عشان خاطر اللي بتحول الصوت لكهرباء، بعدين اللي بتحوله لراديو ويف تتحمل على الاشاره بتاعت الايه؟ المحمول. واللي بتعمل كوميونيكيشن بتدور على البرج سيجنال عشان تبعت لها، واللي ما اعرفش بتعمل ايه، واللي هتلاقي الحاجات دي دوائر كتيره. اللي بيحصل ايه؟ هو ما بيقعدش يبني كله من سكراتش. بيجي واحد مثلا يقول لك انا عامل تصميم لدوري دايره موديليشن ديموديليشن، انا عامل تصميم لدايره تعمل انكريبشن للاشاره، تمام، شرط الصوت. انا بقى واحد انا عامل تصميم لشبكه الايه اللي بتاعت النتورك بحيث ان ايه يعمل سيرش على كذا، تمام. يبقى بالتالي بيحصل ايه؟ ان بيجمع التصميمات ديت، طبعا بتتباع بفلوس، يجمع التصميم ده ويحطه في الدايره بتاعته. ما احنا قلنا خلاص التصميم بحط برنامج الايزك ويب جي، طب ما انا ممكن اقدر ايه اروح انا مشتري اجبن الايزك ديت، اشتري التصميم بتاع الموديليشن بدل ما ابنيه بالصفر، وممكن ما اعرفش ابنيه واقعد اضيع وقت كتير قوي، واشتري التصميم بتاع اللي بيحمل على الكارثه، واشتري التصميم اللي هو بتاع التشفير، واشتري، تمام كده، واجمع ده كله واربطهم ببعض جوه الايه؟ كان دايما بوصلهم بره هاردوير، لا بوصلهم في التصميم جوه البرنامج جوه الايه؟ جوه الاي سي بتاعك، وتلاقي الديفايس وات ايفر التايب زي الموبايل لو فتحته ايه؟ هي اي سي واحده اللي موجوده بتعمل كل الوظائف. نفس القصه، تلاقي معظم الديفايس كده هو اي سي واحده بتعمل كل الايه؟ الشغل بتاع البروسيسنج بتاع الديفايس دوت، تمام؟ فادتنا قصه الاي دي كور بالطريقه دي. كده احنا بقى السنج بتاعنا جاهز، ان هو مجرد يتوصل بالانترنت يشتغل، يتحمل، يحصل له مونيتور وكنترول وكل حاجه كلام جميل، يبقى يصبح جاهز ان هو يبقى انترنت اوبجكت او انترنت سنج. نروح بقى للنت انترنت نفسها. ايه قصه الانترنت؟ الانترنت ديت احنا قلنا خلاص البيلر الاولاني هو الاوبجكت. الانترنت نتورك اوف نتوركس، هي شبكه الشبكات. فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلنا الستاند الون كمبيوتر بيقعد عليه واحد بس سنجل يوزر قاعد عليه، بعد قلنا كذا واحد يشتغلوا مع بعض على السيرفر والداتا بتتنقل من خلال الكابلات للترمينال، ماشي. بعد كده بدانا نعمل الكمبيوتر نتورك والسيرفر يتكلم بعضها. بعد كده اتعملت جلوبال نتورك، كان نتورك على مستوى القارات، على مستوى الايه؟ كذا بلد مع بعض، ماشي. من مشهورين جدا من ضمنهم يوريليت، جينيت، يورنيت، داتا اوروبا، جينيت، نورثليت، امريكا وكندا، بيتنت اند فون. اللي حصل بقى ايه؟ ان جم فقالوا عايزين نربط الشبكات دي ببعضها اللي هي العالميه المشهوره دي. فربطوها ببعضها ايه؟ جت الانترنت ربطتهم ببعضها. حطوا شبكه، عمل شبكه الانترنت. فبالتالي عشان كده الانترنت شبكه، بنقول عليها شبكه الشبكات، يعني هي الشبكات العالميه اتربطت ببعضها بالانترنت. ولذلك اسمها ايه؟ انتر يعني بين، نت يعني ايه؟ الشبكه اللي بين الشبكات، الشبكه اللي ربطت الشبكات ببعضها. طبعا بالانترنت واحنا قلنا هناك في بروسيسور، ومجرد كل ان انا احط فيها، احط التصميم بتاع، احط تصميم مش احط كارت، انا احط تصميم بتاع كارت، تمام، يبقى نتورك كارد، يبقى على طول بمنتهى البساطه الديفايس دوت الاوبجكت انترنت اوبجكت ده يقدر يتوصل بالانترنت عادي جدا. يبقى انا بقول ايه؟ دي بقى انا اللي بقولها، any object device may contain a network interface card and may have unique IP address. اي ديفايس فيه كهرباء يبقى سهل جدا ان احنا نعمله امبيدد، نحط فيه بروسيسور ونعمل فيه دايره بتاعت الكوميونيكيشن عشان تخش على النت ويشتغل. بقى اصبح انترنت ثينج. كلام جميل. البلد الثالث الكوميونيكيشن ميديا، عايزين ننقل الاشارات بقى، عايزين نتوصل بالانترنت وننقل الاشارات. بلدين جاهز ريدي والانترنت موجوده، فاضل ان احنا ننقل بقى البيانات، ننقل نربط بينهم وننقل البيانات. اول حاجه استخدمت للقصه ديت كانت شبكه تليفونات الارض العاديه اسمها بابليك سويتشنج تليفون نت. طبعا شبكه التليفونات العاديه ما
بتبقى موجود انت حضرتك في مكان هنا في مصر تقدر تكلم ولا فين في تقدر تكلم اوروبا وامريكا والصين واليابان تقدر تكلم العالم مفيش جدا مفيش مشكله خالص من خلال التليفون الارضي مجرد تطلع على الايه ترانك او على الدولي وتقدر تكلم بالارض تكلم قبل الموبايل والقصه دي كلها. فاحنا علشان نستفيد من القصه دي بنا البنات جبنا جهاز اسمه مودم. مودم يعني ايه؟ موديليتور دي موديليتور. يوم الموديليتور ده دايرة المودم باختصار لموديليتور دي موديليتور. موديليتور يعني ايه؟ ياخد الوان والزيروز اللي هي بتاعت اللي طالعة من الكمبيوتر تمام؟ يروح مدخلها محملها إلى إشارة الصوت إشارة التليفون كأنها إشارة صوت ويحملها على إشارة التليفون. وتتكلم التليفون تتفتح في شبكه التليفون عادي جدا وتوصل لاي مكان في العالم حسب ما انت ايه طالب. كويس قوي. كانت بوينت تو بوينت كونكشن على فكره دي يعني مش ايه بالبروجيت لا بوينت تو بوينت كونكشن تطلب الخط اللي انت هتاخده هتوصل له وبعد ايه موصل المودم يروح موصل الكمبيوتر بالمودم للايه دخله على خط التليفون وتطلب الخط خلاص اتنقل الايه الداتا عادي جدا. طيب الديموديليتور ايه يعمل ايه؟ العكس ان الداتا اللي جايه متحمله على شاشه التليفون هي بشكل سيجنال بتاع التليفون فتخش على الجهاز دوت تتحول بعد كده ايه الى ارقام تطلع رقم تطلع ارقام. طبعا دي موديليتور يعني بيحولها من الاشاره التليفونيه يشيلها من على الكارير ويحولها بعد كده الى ايه ديجيتال سيجنال تخش على الكمبيوتر عادي جدا. فبالتالي دي بقينا ننقل بيانات من خلال شبكه التليفونات. على فكره الخط الاولاني اللي مثل استخدمت القصه دي ما كانش لسه في انترنت تمام ما كانتش القصه دي موجوده ولا منتشره فكان بنستخدم شبكه التليفونات لنقل التصميمات والحاجات دي من هنا لفرنسا ومن فرنسا لايه للقاهره في اول المترو جه اتعمل تمام كانت لسه النت اتوجدت وكنا بنعمل القصه اللي بنستخدم شبكه التليفونات بين هنا وبين باريس بقيره وباريس. في المايكرويف كوميونيكيشن ميديا المايكرويف بوينت تو بوينت كونكشن برضه بس ده كيبل فري يعني من غير كابل بمجرد برجين كده مايكرويف بننقل ايه بيبعتوا الاشارات لبعض المايكرويف واحد يسند والثاني بيرسيف كويس قوي سند ريسيف كل واحد منهم بيكلموا بعض بالطريقه دي في الهواء في الهواء الطلق المفتوح ماشي يعني لازم ما يكونش في عوائق علشان تتنقل المايكرويف سيجنال ما يكونش في عوائق في بينهم بين العمود ده والعمود ده ماشي. القصه ديت طبعا ممكن تكون توصل ل 500 متر و1000 متر والقصه دي كلها. طب ليه؟ بيبقى صعب جدا ان انا امد كابلات لو انا مديت كابل 500 متر ديت ولا 1000 متر في الاشاره الديجيتال هتموت مش هتوصل هتتفنش مش هتوصل تمام. فعشان كده بنحملها على الميكرويف ونبعتها بشكل الميكرويف فبتوصل عادي جدا مستديمه وما فيهاش اي مشاكل تمام. طيب من الكوميونيكيشن برضو اللي موجوده واشتغلت اللي هي الساتلايت نتورك الساتلايت الساتلايت طبعا بننقل بالايه الاشاره الديجيتال من خلال الساتلايت. اعتقد طبعا التلفزيونات كانت انالوج زمان دلوقتي بقت ديجيتال كلها بتنقل الاشارات بتاعتها ديجيتال من خلال الساتلايت الديجيتال الساتلايت اللي موجوده. طبعا دي بتبقى مفيده جدا لما اكون انا بتكلم مثلا انا بحاطط عاملين كلاس مدرسه الفصل الواحد في واحد كذا على بعد 100 كيلو في وسط الصحراء الغربيه من الخارج. الفصل الواحد دوت طبعا ما فيش سكان ما فيش انفراستراكشر ما فيش حاجه ولا حتى في موبايل يتوصل هناك تمام في شبكه موبايل هناك تقدر تطلب كويس. فاحنا عاملين عايزين نوصل دولت بايه؟ بشبكه التعليم علشان خاطر يخشوا يشوفوا الدروس والقصه والحدوته دي تمام؟ يبقى بالتالي بنستخدم الايه؟ الساتلايت للكوميونيكيشن دي. نستخدم عندنا الفيسات، الفيسات ده ايه؟ مشهور جدا الفيسات ده احد الايه؟ الساتلايت اللي هي بننقل عليها. مش كده بس ده الناس الناجح دوت اللي هي في حته البعيده قوي ديت كمان ممكن احط لهم اي تي ام ماشين. ماشي؟ اي تي ام ماشين تنقل برضه نفس القصه وايه وتحمل متوصله بحسابات بالبنك عادي جدا من خلال ايه؟ الفيسات من غير خلال الساتلايت. الكلام ده طبعا لما جت بقى شبكات المحمول بالابراج بتاعتها ابراج المحمول شبكات المحمول
طبعا بقت قويه جدا وغطت اكتر، بقت قويه وغطت اكتر من الايه، غطت في العالم اكتر من شبكات البابل، لان طبعا انت التليفون الارضي بتمد كابلات ارضيه وقصه وحدوته، دي مجرد بتبني برج بينقل للبرج اللي جنبنا وبتربط بشبكه وهكذا. فطبعا مجرد ان احنا ايه نبني برج محطات وخلاص خلص القصه وبتشتغل زي الفل. فدي طبعا انتشرت اكتر شبكه الايه المحمول جلوبال جي اس ام، باختصار لجلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن، موبايل ام فور موبايل، اس سيستم، جي جي جلوبال، جلوبال سيستم موبايل كوميونيكيشن. فطبعا دوت بقينا نستخدم شبكه المحمول اللي هي بتاعت الصوت، بقينا نستخدمها كداتا شانل برضه الناس في القصه، زي ما كنا بنستخدم التليفونات اللي هي بتاعت الصوت الارضي استخدمناها للبيانات. بقينا هنا طبعا دي لها فريكونس بتاعتها اعلى، فبالتالي تنقل كم اكبر من الايه البيانات عن التليفون الارضي. كلام جميل. الواي فاي ايه بقى؟ ده لللوكال اريا نتورك، يعني انا في الايه في الاوضه وفي الشقه وفي الحته الصغيره اللي احنا فيها ديت بيبقى في واي فاي، ده بستخدم الوايرلس نتورك في نقل الايه في ربط اللي ان انا اعمل بيها لوكال اريا نتورك. طبعا اكيد كلكم عندكم راوتر في البيت والراوتر فيه واي فاي، ما بتحتاجش ان انت توصل بكابل الراوتر، انت بتبعد على اللابتوب وداخل من خلال الايه الواي فاي على داخل على الراوتر من خلال الواي شبكه الواي فاي، عادي جدا كلكم شايفينها وعارفينها ومجربينها، ما حدش يقول لي مش عندنا راوتر نخش عشان النت. تمام. امال دخلت دلوقتي ازاي المحاضره؟ خلصت القصه. تمام. فهنا بتوصل بالايه؟ بالواي فاي، مش واصل كابل، متوصل بالايه؟ بالراوتر. تمام. كلام جميل جدا. اللايت اللايت سيجنال، اللايت بار فريكونسي سيجنال، ده برضو من الحاجات اللي هي بيستخدم في نقل البيانات، لسه محدوده ولسه تحت ايه التجارب، تعمل بروتوتايب بس ايه ما اعرفش بقى هل هينجح ولا لا، احتمال كبير الموضوع ده ما يمشيش، لان جت ال 5 جي جت تكتسح كل حاجه 5 جي. فاللايت ده بيعمل ايه؟ بيعمل موديليشن للاشاره الضوئيه، يعني بينقل الضوء، الضوء بتاع اللونت ده العادي جدا اللي انت شايفه بيحمل عليه داتا من غير ما تحس بيه، يعني ما بتفيش، ما بيعملش حاجه انت مش حاسس بيها، بيعمل فريكونس كل حاجه بس انت العين ما تقدرش تلقط الايه؟ القصه دي. تمام؟ فبيحمل الداتا لكن الاجهزه بتلقطها بتستقبل ايه؟ الاجهزه بتستقبل الضوء دوت وتقدر ايه تفكه برضه وتعرف الداتا اللي فيه. ماشي. الكلام بسيط. الحدث اللي هي الثوره الكبيره جدا في قصه الكوميونيكيشن ميديا اللي هي الجيل الخامس من الموبايل ستاندرد. الجيل الخامس. ال 5G. تمام؟ ال 5G ديت من الحاجات اللي هي الفايف جي من الحاجات اللي هي عامله ثوره كبيره. هي ايه قصه الجيل الخامس ده يتميز عن الجيل الرابع والحاجات اللي قبل كده في ايه؟ اولا الاشاره بتاعته قويه جدا، دي رقم واحد، اشاره قويه. فدي ايه الجيل الرابع. تاني حاجه ان واخد الفريكونسي باند كلها، واخد بقى فريكونسي باند واسعه غير الايه التانيين، يعني في حاجات لو فريكونسي في الرينج المنخفض شويه، في حاجات في الفيري هاي ايه فريكونسي. فطبعا دي بتسمح بعمليه نقل بيانات بحجم سريع بكم سريع وفي اماكن صعبه. طبعا دي بتستخدم على كل السكيل بقى، نقدر نستخدمها في بدل الواي فاي او نستخدمها في الايه في الشبكات بدل شبكات الايه بدل شبكات الموبايل الثانيه الفور جي والقصص كلها. فهي بتغطي الرينج واسع من الفريكونس، يعني ممكن تشتغل تقوم بدور الواي فاي جوه اللوكال نان لان او تشتغل على الوايت اريا بايه زي الموبايل. كلام بس. الداتا بروسيسنج، الداتا بروسيسنج يعني محتاج بروسيسور. طيب البروسيسور دوت البروسيسنج عندي بيتعمل على مستويين، المستوى الاولاني جوه الديفايس والمستوى الثاني على الكلاود. تمام كده؟ يبقى في مستوى جوه الديفايس المايكرو بروسيسور ومستوى ثاني على الكلاود.
انا عشان الامبيد سيستم واعمل مايكرو بروسيسور عشان اعمل بروسيسنج للداتا جوه الديفايس، فلازم في مواصفات معينه للبروسيسور دوت. لازم يكون حجمه صغير، ما بقاش كبير واجيب كارت كبير واكبر الديفايس. انت شايف الموبايل قد ايه وفي بروسيسور بيعمل معجزات، تمام. لازم يكون ثمنه رخيص، ما بقاش ايه ثمنه غالي علشان انا بعمل منه اعداد كبيره ويقدر ان هو يسوق ويقدر وظائف كتير. ثالث حاجه ان لازم يكون له باور، ما لو الديفايس ده لو هو البروسيسور ده بيستهلك باور كتيره او باور ملحوظه نسبيا، كنت تضطر طول الوقت حاطط الديفايس ده جوه الايه؟ فيش الكهرباء. يعني تخيل الموبايل دوت لو في بروسيسور بيستهلك باور كان هياخد جامده، فكنت هتبص تلاقي كل نص ساعه تحط الموبايل يشحن، كل نص ساعه تحط الموبايل يشحن. طبعا مش ما بقاش محمول، بقى مربوط، تمام؟ لا، فطبعا ان لازم يكون له باور بيقعد معاك شغال على البطاريه 3 4 ايام، تمام. يبقى البروسيسور بتاعها بيكون له باور عشان كده، ماشي. فده فعلا طوروا بروسيسور للقصه دي، وكان فاليد الموضوع ده، وده اللي شجع ان الامبيدد سيستم تنتشر جوه الديفايس، وبالتالي تبقى جاهزه انها تبقى ايه؟ ثينج اوف انترنت ثينج. طيب في بروسيسور، بس البروسيسور اللي بيتم هنا بيكون بسيط ومحدود، لان البروسيسور ده ما بيكونش فيري كومبليكيتد. خلي بالنا ان البروسيسور ده بيعمل ازاي، بيكون شيبر وسمولر وكلوبر، لان هو بيعمل شغلانه معينه. البروسيسور جنرال بيربز اللي هو بتاع انتل والقصه ديت، لما بيجي يعملوا البروسيسور هم لما هيتحط بعد كده في لابتوب مثلا، ما يعرفش اللابتوب ده هيستخدم في ايه. واحد هيستخدمه في الرسم، واحد هيستخدمه في اللي يخش على النت ويعرف ايه، واحد يخش يستخدم اوفيس، واحد هيستخدم هيعمل يشوف جيمز وما اعرفش، فما اعرفش هيستخدمه في ايه. فانا عامله جنرال، فبعمل حساب كل الاستخدامات المتوقعه، تمام. فعشان كده بيبقى كومبليكيتد وبيكون غالي وبيكون ايه باور كونسامبشن بتاعته عاليه والخ الخ الخ. لكن انا لما بعمل بروسيسور للغسال ده، انا عارف وانا بصممه هيعمل ايه، لان انا عارف ان ده له شغلانه واحده، ان هو يشغل الغساله دي، ما له شغلانه ثانيه. مش هروح شغل، مش هعمله عشان يبقى شغل التلفزيون بالمره، لا. هو معمول البروسيسور ده علشان الغساله دي، فبالتالي ملوش غير شغلانه ثانيه خالص غير انه يعمل القصه دي. فبالتالي بيكون الديزاين بتاعه اصغر واقل سمبرال، ويكون حجمه اصغر، فبالتالي اقل رخيص وبياخد باور كونسامشن اقل. الشق الثاني من الداتا بروسيسنج اللي هو بيتم في الكلاود، بقى عايزين نعمل اللي يعمل بقى اناليسيس كم كبير للداتا ويعمل تحليلات ويطلع مؤشرات وقصص، ده كله موجود فين؟ على الكلاود، ماشي. بيبقى بتروح الداتا بتتنقل بعد ما يحصل لها بير بروسيسنج في الاول كده في الديفايس، تتنقل بعد كده من خلال الانترنت للكلاود، وفي الكلاود يحصل بقى فيها ايه؟ الكومبليكيتد الجوريزمز اللي هي بتعمل بقى مؤشرات تتصرف فيها. في حاجه كده اسمها ايدج كومبيوتنج. ايدج كومبيوتنج يعني ايه؟ انا هديكم مثال، انا عايز اقيس الحراره في الاوضه اللي انا قاعد فيها في الكليه دي. كلام كويس، عرفتكم ان انا قاعد في الكليه. عايز اقيس درجه الحراره فيه. فاحط السنسور بتاع الحراره فين؟ احطه قدام الباب، ولا قدام الشباك، ولا في نص الاوضه، ولا في الكورنر هنا، ولا في البتاع. فبنحط بقى اللي بيحصل ايه؟ ما باخدش سنسور واحد عشان اقيس الحراره بالظبط، تمام كده؟ فبحط كذا سنسور في كذا مكان جوه الاوضه، تمام؟ واوصلهم كلهم على من خلال الواي فاي او حاجه زي كده، وتوصلوا على نود فيها ايدج كومبيوتنج بروسيسور، تمام؟ بيعمل ايدج كومبيوتنج بحيث ان يحسب متوسط، يحسب معرفش ايه بسبب النتائج الشاذه، وبعدين يجيب المين سكوير مين معرفش ايا كان، يعمل كالكوليشن، وبعدين في النهايه يقول لي الاوضه دي درجه الحراره بتاعتها كذا، وروح بعت الكلام ده على الايه. يبقى بقى عملت هنا ايه؟ عملت ايدج كومبيوتنج، مش اللي جوه الامبيدد ده، لا ده هو بره بس حته الكمبيوتر كده صغير، صغير بيعمل حسابات علشان يطلع لي يجمع من كذا سنسور علشان ايه؟ يطلع لي الفاليو معينه، بدل ما اروح ابعتها على كله، ابعت كله على الانترنت، وبعد كده ايه؟ الكلاود هي اللي اعمل ترافيك لود على الانترنت عشان الكلاود، خليت الكلاود هو اللي يعملها، لا بخلي ايدج كومبيوتنج يعملها. طبعا اكيد ساعدنا ان احنا نصمم بروسيسور مختلف القصه دي، ان بقى فيه تولز، في بقدر اعمل بيها امبيدد هاردوير وامبيدد سوفت وير،
وبقى في ماكرو سيستمز عندنا بنعملها بالفيرم وير والاي بي كود، بروح جايب التصميمات ومركبها وقصة القصه واوصلها ببعضها عادي جدا كاني جبت كذا اي سيز ووصلتهم ببعض. لا انا هنا كده ايه، مجرد انا بجيب سوفت وير كور واحطه في التصميم انزله بمحرق مره واحده داله كلها فيها كل التصميمات مرتبطه ببعضها مصممه ببعضها. بعد ما اكون جربتها عملت لها سيميليشن بالسوفت وير وتاكدت انها شغاله 100%. الثينجز دي بتنقل من خلال الانترنت بيانات كتيره قوي، فعايزين نستفيد منها، فعشان كده بنحتاج ده. قلنا الكلام ده في الكلاود قبل كده، داتا ساينتست راجل بيعرف ازاي ايه اللي يعمله بالبيانات، يعني اقدر اعمل كوريليشن، ادير ابل ريجنز كل مين ما اعرفش ايه اقصد كلها ماشي. واحد بزنس كونسلتنت علشان يقول له ايه اللي يعمله عشان يستفيد بيه، يعني يقول له لو انت في علاقه ممكن تجيب لي علاقه بين الضغط الجوي ودرجه الحراره بتاعت الاوبجكت دوت عشان ايه، ده هتجيب لي بين السرعه وما اعرفش ايه، لان دي بتديني انديكيشن على ما اعرفش كذا هندسون. فطبعا ما يعرفش القصه دي غير ايه، البيزنس كونسلتنت. كنت مره زمان بعمل سيستم لاحد شركات النقل، نقل التقيل يعني، الشركات النقل بتنقل بضايع. فكان مهندس بيعمل دكتوراه، يعني رئيس القطاع الهندسي بيعمل دكتوراه فهو لقيت حاجه غريبه جدا، قال لي بيقول لي بص انا عايز اوجد العلاقه بين ماركه العربيه وماركه الكاوتش عشان اعرف اني كاوتش يناسب اني عربيه. يعني تلاقي مثلا ايه، ميشلان ينفع مع رينو، اداؤه مع رينو، رينو ينفع لها الميشلان احسن من معرفش ايه، ومرسيدس ينفع لها كيلوديير احسن من ميشلان. تمام كده، الكلام ده ما يبانش غير مع ايه، استهلاكات سنين 10 سنين من الداتا، اداني فعلا بيانات 10 سنين علشان اعمل ايه التحليلات دي. انا طبعا ما اعرفش البيزنس ايه، لكن هو مجد قال لي وجد لي العلاقه، فبقيت ادور اجد له العلاقه ازاي. لكن انا ما كنتش اعرف ان في علاقه بين الكاوتش و ماركة العربية. ليه؟ لأن معناها الميكانيكا بتاعت العربية دي، يبقى في مش كل كاوتش، لا 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 لا، الكاوتش ده أنسب للماركة دي والكاوتش ده أنسب للماركة دي. اكتشفنا القصة دي. فطبعا بيكون داتا ساينتست الراجل اللي بيقعد يعمل له بالبرامج يحسب ويضرب ويقسم، والتاني البيزنس اللي بيقول لي اعمل لي ايه. هل هذا كل ما في القصة بتاعت، لا في حاجة اسمها سبورتنج تكنولوجي، برضو في تكنولوجي ثانيه افادت برضو ساعدت على قصه الترانسفير. ايه التكنولوجي ديت؟ ان بقى عندنا فريكوانسيز عاليه اللي هي اي اتش اف، الاكستريم هاي فريكوانسي، المليمتر ويف. يعني بدانا نخش بند دلوقتي من 30 جيجا هرتز، على فكره النهارده بقى موجود 400 جيجا هرتز عادي جدا. 300 جيجا هرتز دي يعني طول الموجه، لما تقسم على سرعه الضوء هيطلع طول الموجه 1 ملي متر، فانت بتتكلم من 10 1 ل 10 ملي متر طول الموجه، عشان كده اسمها ملي متر ويف الاختصار ام ام دبليو. دي لها عمل ثوره رهيبه جدا، ان انا اقدر ابعت الاشارات دي واستقبلها لما تنعكس على الاوبجكت. دي معناها ايه؟ بالتالي اقدر احدد لو انا بعت اشاره وخبطت فوق تقول رجعت لي، اقدر اعرف ان ديت خد المسافه اللي بيني وبين الاوبجكت ده قد ايه. طب لو انا حطيت اثنين سنسور اقدر اعرف السرعه، تمام، عشان اقدر اعرف الحركه والمسافه اللي بينه، وبالتالي السرعه الجسم الاوبجكت ده بينه وبينه كذا متر بالملي متر بقيسه، وهو بيتحرك بسرعه كذا مع سرعه ثانيه كمان شويه، بقدر ان انا اجيب العجله كمان. يعني انا اقدر اقول ايه، انا العربيه تقدر تستخدم لغه دي تقول ايه، انا العربيه اللي جنبي، العربيات اللي حواليا بينه وبينها مسافات قد كده وماشيه بسرعه قد كده وبيزود السرعه وبيقللها، يعني العجله بوزيتيف او نيجاتيف، بالتالي بيقدر يتصرف ان السيلف درايفنج كار بيتصرف بناء على كده. كلام جميل جدا من التكنولوجي، طبعا بيستخدم في الصناعه القصه دي، هنتكلم نيجي لها بنتكلم في الاندستري 4. الاي بي طبعا كان مشكله، طبعا الاوبجكت كان متعرض بادرس، تمام، فالاي بي فيرجن 4 الانترنت بروتوكول فيرجن 4 كان 32 بت، فبقاش ينفع طبعا، ده ما يدينيش ادريسز كافيه،
فبالتالي طلعوا الانترنت بروتوكول اي بي فيرجن 6 ده الادرس فيه 128 بت. هو نفس القصه نفس البروتوكول بس كله برامل اتغير الادرس بقى الادرس بتاع النود 128 بت وبالتالي اقدر اضيف ارقام كبيره جدا من الاوبجكت. تمام بسرعه على طبعا المايكرو الكترو ميكانيكال سيستم الميمس. الميمس دي طبعا حاجه ايه برضه من الحاجات الايه اللي عملت ثوره كبيره جدا في القصه دي. انا كان السنسور بدل ما يكون بره كده محطوط لوحده وعامل انترفيس ودايره مع الكاس بتاعتي استخدمه ناس النانو تكنولوجي ان يحطوا السنسور دي جوه الاي سي يعني يعملوها بسكيل معين ويحطها جوه الاي سي ماشي فتحط جوه الاي سي الميمس اصبر عليها خلاص خلاص عشان اخش بسرعه فبقت السنسور موجوده جوه الاي سي نفسها يعني جزء من الاي سي فبالتالي بدل ما كان يبقى جهاز وجنب منه متوصل بالده كمبيوتر القصه دي بقى جوه كله جوه الايه الاي سي فدي الميمس سيستم بالتالي يبقى اقدر احط السنسور في حته ما بعيده كده في الصحراء فوق جبل ما اعرفش فين وتتوصل هي على تبعت الاشاره على الموبايل سيجنال تمام تصل خش على الانترنت وتبعت الاشارات اللي هي هنا ايه ريموتلي تمام فبقى تستخدم ريموت سنسور بقى تشتغل معايا كل ده طبعا فاضل حته واحده كده كانت مهمه جدا ومفيده حضرتك لما تستخدم الجوجل ماب علشان تدلك على الطريق فلازم يعرف انت فين ورايح فين وفي العربيه بتتحرك كل ما شويه العربيه بتاعتك بتتحرك بيقول له ايه في اللوكيشن كذا في اللوكيشن كذا فعشان كده محتاج جلوبال بوزيشننج سيستم فبنستخدم الساتلايت ديت علشان تعمل الايه القصه بتاعت جلوبال بوزيشننج سيستم عشان تحدد الاماكن بالظبط تمام تحدد انت مكانك فين دلوقتي او الموفينج اوبجكت مكانه فين دلوقتي تعمل له تراكنج تمام نقف هنا ناخد بريك ماشي هناخد بريك 10 دقايق وخمس دقايق كده مش هخرج بره يا جماعه انا هفضل موجود بس هعمل موت
موت يا ابني بتاع العربية، موت في الشارع دوت. السلام عليكم. بول اي يا يس دكتور اوكو كلوز يور مايك، موت يور مايك. معلش معلش دكتور. ماشي اوكي 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 نو بروبلم. طبعا قلنا سبورتنج جلوبال بوزيشن سيستم، واكيد كلكم بتستخدموا الماب جوجل ماب، عارفين القصه دي. تمام كويس. من الحاجات طبعا اللي اتطورت جدا وساعدت في التطور بتاع الانترنت اوف ثينجز، ان بقى عندنا ايه سنسورز بحجم صغير تقيس حاجات كويسه جدا. في عندنا انواع زي الاوبتيكا اوبتو الكترونيك، يعني ويف ريفليكتور، حاجات تعمل اشارات تعكس الايه الاشارات الضوئيه، او في على فكره بتعديها بتعدي بتقيس السيجنال بتعدي قد ايه وبالتالي بتتعرف على الاوبشن. في الفلو بتاع السنسورز، الفلو سنسورز الليفل سنسورز بتقيس الليفل، في البريشر في التمبريتشر الايه الرطوبه الهيوميديتي الفورس سنسور. من امثله تطبيقات الايه الرطوبه الهيوميديتي اللي موجود حاليا فعلا حتى في مصر، بس محدود جدا، موجود ان هو يحطه في الارض وبالتالي تقدر ان
لما الارض تنشف يعني تقل الرطوبه فيها عن درجه معينه، يدي اشارات من خلال الانترنت او الداتا موبايل، يعني يدي اشارات للري انها تنقل تفتح الايه الميه، الفالف ان يفتح الميه بتاعت المكان ده، الخطوط ده تسري الارض دي او الزمام ده. فطبعا دوت بالتالي بيكون بيضبط لي الكميه بتاعت الميه اللي بتروح النبات وقت ما بيحتاج النبات. دي كلها في تجارب شغاله في القصه دي في مصر، تمام؟ لكن هي مستخدمه بره طبعا بالكثره، بالتالي خاصه لما يكون في موارد مائيه محدوده. تعال استخدام الامثل للمياه. What's internet of things؟ فايه بقى الانترنت اوف ثينجز؟ بنتكلم انها سينس فيزيكال اوبجكت بنتابعها، بنقدم لها مونيتور، بنعمل كنترول فيها امبيدد سيستم، وبننقل معاها سينس للقصريت، وبنستخدم فيها الانترنت، نربطها بالانترنت للكلاود علشان نتحكم فيها ونعمل مونيتور وكنترول لها. كلام جميل جدا. يعني نقدر نقول كده الانترنت اوف ثينجز اوبريشن equation اسف عباره عن physical object plus sensor processor actuator ونت كونكشن زائد انترنت. ده بيديني المعادله دي، بتديني ايه؟ بيطلع لي انترنت اوف ثينجز. نقدر نقول النهارده ده اللي احنا قلناه في الجمله اللي بتاعت كده، any device that runs on electricity either is ready or will soon be connected through internet and becomes an internet thing. لازم اي جهاز متوصل في كهرباء النهارده سواء بطاريه وكده لازم في لحظه ما هيبقى internet of things، يا اما هو already جاهز القصه دي يا اما هيبقى internet of things. تمام. الموضوع ده اتسمص يعني ضروري جدا، يعني القصه دي ناس النهارده اللي بيصنعوا شركات المحترم بتصنع اجهزه وتبر الاجهزه ديت بتعملها كانترنت ثينج ريدي تو بي كونكتد انترنت. هندي مثال اديته زمايلكم في المجالات الاخرى، والمثال ده كويس عشان كده بكرر تاني. انا عندي يعني اقرب ان الواحد ممكن يتصور، عندي مكنتين تصوير، تمام؟ واحده والاثنين من يعني نفس الفيتشر ونفس المواصفات وكل حاجه، بس واحده فيها كونكشن للانترنت وواحده مش ريدي تبقى كونكت للانترنت، واحده متوصله بتتوصل بالانترنت والثانيه ما بتتوصلش. ايه اللي هيحصل؟ المكنه اللي مش متوصله القديمه ديت العاديه جدا ديت لما هتعطل هتعطل منك، انت مش عارف عطلت ليه، هتلاقي اشاره كده تقول لك اطلب الصيانه، هتطلب الصيانه هيقول لك ايه في حد فات دول هي بطول ادتني الاشاره واحد فك القصه دي انا عايز الصيانه. مش هتعرف توصل تحلل له الايه السبب ايه. قلت له هيجي المهندس بعد بعد بكره هيعدي عليك يكشف عليها ويشوف في ايه في ايه. تمام. جه المهندس بعد يومين ده شاف الفحص قال اه دي محتاجه قطع غيار كذا وكذا وكذا، هجي لك بكره اجيبها لك واصلحها لك. تمام كويس. راح وجي ثاني يوم وراح جاب القطع الغيار ديت وصلح غيارها، بس ايه نص ما ربطش كويس التيت ده ما ربطش ما عرفش الفضيه ما عملش ايه ما ثبتش بتاع كويس، ايه جت بعد يومين عطل الثاني وقفت المكنه اسبوع. في المقابل بقى المكنه الثانيه اللي هي متوصله بالانترنت هتعمل ايه؟ المكنه دي ريدريتد نفس السنسور موجود هنا موجود هنا، بس الفرق ان ايه؟ ان الدايره ديت بتتوصل على البروسيسور متوصله بالانترنت كونكشن بتروح بعت الايه المعلومات بتاعتها على الايه للكلاود، فبتبعت المعلومات بتاعتها انها عطلت تدي اشاره لليوزر طبعا اللي هو المسؤول عن صيانه القصه دي اللي من اليوزر ان المكنه عطلت. تمام. وتبعت لمركز الصيانه بتاع الشركه اللي بعت لها ان المكنه عطلت والعطل هو عباره عن كذا كذا كذا، بعد ما عمل الدياجنوست له حولته ما فيها امبيدد بروسيسور بقى تقدر تحلل العطل وتعرف سبب العطل ايه. تمام. وبالتالي محتاجه ريبليسمنت لقطع الغيار الفلانيه. تلاقي المهندس بعد ساعه جاي ومعاه الايه؟ اسف هي بعتت للكمبيوتر بتاع مركز الصيانه والكمبيوتر بعت على الموبايل بتاع مهندس الصيانه روح للعنوان الفلاني في المكنه بتاعت فلان موجوده في المكان ده وخد معاك قطع غيار كذا وفي عطل كذا طلعها بالطريقه دي. لا المهندس بعد ساعه زمن كده ساعتين زمن جه خبط عليك الباب ودخل ايه قال لك المكنه عندك مكنه كذا مدير كذا
ويعترض دلوقتي ايه ويخش ايه يصلح كويس. طب المهندس ده لو جه كارود المهندس الثاني هتفضحه ليه؟ هتبعت اشاره المركز للترس ده مفكوك، اللي بتاع المسمار ده مش مثبت، المعرفش ما بتبعت بالسيستم بتاعتها بقى من المركز صيانه. فهي بتبعت عطله امتى والعطل ايه تمام، والمهندس جه امتى تمام وعمل ايه وصلحت ولا لا، كل المعلومات دي بتبعتها المركز يعني. فبالتالي المهندس ما عندوش حل، ما عندوش فرصه ان ايه يتلاعب في القصه دي، لازم يأدي وخاصه وانا بساعده لان انا هو رايح وعنده برنامج الاصلاح موجود وقايل له خد معاك قطع غيار قد كده قطع غيار كذا ومتحل العطل، فما عندوش ايه مش محتاج ان هو يكرر او يعمل. التاني مش عارف يوصل الحل يختار حاجه عمل حاجه بالظبط، لكن دوت ايه محدد له في الرساله اللي جت على الموبايل هيعمل ايه بالظبط. كلام جميل جدا. يبقى هتفرق كتير قوي، حتى لو كانت المكنه اللي هي السنجل ريد ديت مكنه الريد فور انترنت ديت لو كانت اغلى شويه من الثانيه لكن هتكون مور افيشنت، مش هتعطل تمام على طول او هتعطل، بتبعت تتصل بصاحبك تليفون والقصه دي رقم واحد. رقم اثنين استهلاكات الحفظ، انت تمام هتبعت استهلاكات الحفظ وبالتالي تعرف. ثلاثه معدل التصوير، ما هو في كاونتر جلوبال جوه المكنه، المكنه القديمه العاديه المكنه العاديه لازم نفس الاثنين موديل وكل حاجه، المكنه العاديه بيضطر يفتح المكنه ويشوف العداد الاكوميليتد العداد عشان يعرف عملت كام نسخه لغايه دلوقتي. الثاني عمال يبعت الاستهلاك على طول بانتظام اوتوماتيك، هو بيقرا القرايه بتاعت العداد ويبعتها على طول اوتوماتيك للايه؟ للي احنا محددينه، تبعت لبتوع التحبير او الحبر او التشغيل ومستلزمات التشغيل والقصه دي كلها. كلام جميل جدا. وبالتالي اقدر اعرف انا كجهه عندي مكن كتير اقدر اعرف المكن اللي اندر يوز يعني ايه مش مستخدم كويس بيصورش كتير، والمكن الاوفر يوز اللي بيصور اكبر من المعدل، والمكن النورمال. فبالتالي اقدر اعيد توزيع الايه مكن التصوير بتاعتي بما يناسب الاستخدام، واقدر اعرف المكن اللي بيستهلك حبر كتير، يعني تبقى المكن ممكن بعد تبقى انتلجنت شويه انها تعمل ايه، انها كمان من معدل استهلاك الحبر تحسب وتحس ان ايه ان في حاجه عايز تتغير، لازم تغير الدرام، لازم تغير ما اعرفش ايه، لازم تغير كذا، اوان وقت تغيير كذا تمام، يديك الرساله انك تعمل ايه تغييرات تغير استخدامات التشغيل المطلوبه، فطبعا بتبقى ايه مور افيشنت في اللي تسبب. نتيجه طبعا الانترنت السينك بقى عندي سمارت اوبشن، لما شفنا مكن تصوير بقى الذكيه بنفسها بقت هي بتكتشف العطل بتاعها وبتحلله وبتبعت للصيانه وبتراقب المهندس بتاع الصيانه وصل امتى وعمل ايه وصلح ولا لا وكفاءته قد ايه والقصه دي كلها، والمعدلات الاستخدام بتاعها واستخدام المعدلات الحبر ومعدلات الدرام بقت ايه سمارت اوبشن. هي لما بعتت الرساله ما فيش، انت كان في القديمه كنت بتعمل ترفع التليفون وتكلم الصيانه او انت بتشوف الاشاره ان دي اشاره كل الصيانه وتكلمه وتروح تطلبه وقصد، لا هي كلمت الكمبيوتر والكمبيوتر بعت رساله على الموبايل بتاع الصيانه، خلص قصه ماشين تو ماشين كوميونيكيشن، الماشين بيكلم بعض. من الحاجات اللي هي طبعا كويسه جدا دلوقتي بالانترنت مع وجود شبكات الموبايل، فبقى عندي اد هوك انترنت اوف ثينجز، يعني عندي ابلكيشن موبيليتي. ابسط مثال حضرتك مستخدم الجوجل ماب وماشي بالعربيه، حضرتك طبعا متوصل بالكلاود جوجل كلاود من خلال ايه الموبايل، كويس قوي، يعرف اللوكيشن ويروح بعته عن طريق الداتا للايه موبايل داتا شانل للجوجل. كلام جميل جدا جدا. هو لما كنت في الحته ديت ورحت ايه راح بعت للبرج دوت البرج علي، بعد شويه اتحركت بعيد على البرج ده فدخلت في حيز البرج ب فبعتت لقطت وبعتت البرج ب بعت للايه من الداتا، اتحركت شويه رحت البرج سي بقيت في الرينج بتاعه وسبت البرج بدات تبعت ايه من البرج التاني وهكذا. حضرتك بتتحرك وبتنقل بتغير البرج اللي بيترقط الاشاره بتاعتك ويبعتها للكلاود، ولا اتقطعت عندك النت ولا حصل ولا حسيت ان المشكله ان انت نقلت من برج لبرج، ماشي عادي جدا جدا الدنيا تموت. فهنا بقت ايه
الابلكيشن موبيليتي، ان زمان كان عندي احط الابلكيشن على كمبيوتر ومتوصل بكابل ومربوط وثابت في حته مكان ثاني، لا دلوقتي بقت ايه؟ ممكن يكون الكمبيوتر متحرك في عربيه وشغال متوصل في جهاز، والجهاز على العربيه بيتحرك، جهاز بيتحرك في على العجل في المصنع، خلاص ما بقتش ايه؟ ما بيخرجش من الابلكيشن، بيفضل مستمر شغال معاه. طبعا بقى عندي كم كبير جدا من الداتا، فبدنا نعمل داتا اناليتكس نحط الجوريزم عشان نستفيد. ما هي بدات تعرف مكنه التصوير ديت، عرفت تحلل العطل سببه ايه ازاي؟ من داتا، عامل داتا اناليتكس للبيانات اللي عندها كتير، واتعمل بعد كده نتيجه لهذا الجوريزم عشان تكتشف الحكايه دي. لو حصل كذا شوف دياجنوست، لو حصل كذا يبقى لو طب راجع شوف كذا، طب شوف كذا طب راجع كذا، يبقى كده العيب ان السير ده عايز يتغير. تمام، يبتدي ايه يحس الثيرمال الهيتر بتاع ده عايز الدرام بتاع خف بتاع، يبتدي هو بيقدر يحلل ويعرف القصه دي من البيانات الكتيره بتاعت استخدام المكن. تمام كده. طبعا بقى في انتليجنت، يبقى ما دام انتليجنت يبقى ماشين ليرنينج على طول ذكاء، يبقى المكن ذكاء. بنتكلم ايه ان ايه الماشين ليرنينج بتاع. طيب عندي الكوميرشال اي او تي، من الحاجات اللي انا عندي الاي او تي، عندي تو كلاس كوميرشال يعني التطبيقات اللي ايه العاديه جدا زي السوبر ماركت، زي الحاجات اللي في الهوم ابلكيشن والقصه دي كلها. وسؤال السوبر ماركت مثلا ان مش شرط هو الانترنت سيرفيس، مش شرط يبقى كان، بس هو بيبقى عارف حضرتك الموبايل حضرتك انت زبون ودايما تخش على الجبل تشتري جبن. تمام، بس انت هتقعد في المباراه هتروح تشتري حاجات من السوبر هايبر ماركت، فانت هتقعد 10 دقايق بس وتمشي. فيقول لك خلي بالك في عرض، بعت لك رساله مجرد دخلت كده لقط ان انت دخلت، يوم بعت لك رساله على الموبايل بتاعك خلي بالك في عرض ايه جبن على الرف الفلاني، تخش تدور عليه يقول لك انا اهو انا اهو، شاور لك يقول لك انا اهو انا اهو انا اهو. تمام، اه انترنت اوف ثينكس، الكلام ده بيتم بالانترنت اوف ثينكس. طيب الطفره الكبيره بقى اللي هي اندستريال انترنت اوف ثينجز، دبل اي او تي، اندستريال اندستري 4، الجيل الرابع للصناعه. نعرف اجيال الصناعه ايه؟ اول جيل طبعا كان اول زمان الصناعه بالايه؟ يدوي. يدوي يعني بتحرك حتى لو مكنه لو حاجه عجله ولا حاجه بتدورها بايه؟ بايديك. زي مكن الخياطه، مكن الخياطه ديت انت بتدوس برجلها بتحركها ست او بايديها. تمام، قبل ما تتوصل القصه في الكهرباء ماشي. جت الموضوع بتاع الستيم انجن، الستيم انجن بقت ديت المكن ايه بيشتغل بالبخار. تمام، بتشتغل بالبخار بعد، فدي الثوره الاولانيه. الثوره الثانيه جت مع توصيل الكهرباء الالكتريستي، بقى المكن يشتغل بالكهرباء، في مواتير وحاجات بتشغل ايه المكن بالكهرباء. لما بقى جه الكمبيوتر ان احنا نتحكم في الاجهزه، القصه دي بقت دي الثوره الصناعيه الايه الرابعه، دي ان بدات تستخدم الكمبيوتر في التحكم في الاجهزه وشغاله وعامل لها مونيتور كنترول بالداتا اكوزيشن سيستم، زي ما شفنا القصه دي. الثوره الصناعية الرابعة بقى اللي هي ايه؟ الانترنت اوف ثينجز، نقلة تانية خالص. ناخد مثال للتطبيق. تخيل في الايه؟ في الصناعة خط، ادي خط انتاج. بيعدي المنتج بتاعي على خط الانتاج ده. بوقف كام عامل على خط الانتاج يبصوا يراقبوا المنتج ده، الفم في المنتج اللي معدي دوت، فيلاقوا المنتج البايظ يروحوا ايه شايلينه ورامينه في جنب كده وبعدين على خط الانتاج، ويكمل خط الانتاج المنتج السليم. اي منتج معيب وهم ماشي كده هم واقفين شغلانتهم يراقبوا الكلام ده بعينيه. طبعا لو واحد كلم واحد يبقى معناه ايه؟ هيعدي كام حته كده ايه؟ بايظين كويس. دي راح في خطر البشر. ثانيا هم بيرمي ايه كل بعد كده فين؟ هيبقى محتاجين وقت يتفلت الكلام ده ويصنف، دي القطر بتاعها مش مظبوط، دي الطول ما اعرفش ايه، دي مربعه ودي كذا، الكلام ده كله يطلع العيوب بتاعت الايه؟ الحتت الوحشه الصغيره اللي هي استبعدها.
بعدين نقول له قد ايه هالك من الانواع المختلفه، شوف العيب ده حلل لي احنا عملنا قد ايه، كام قد ايه واحد، نسبه قد ايه الهدر بتاع المنتج بتاعي في الشهر، يوم يقعد يحسبها ويجيب له تقريبا بعد 70 3 ايه ده زادت هنا. يبقى خلي بالك، طب عايزين نروح تبعه المهندس يروح يشوف القصه ديت ليه بتزيد. طبعا تاخد لها 5 6 اشهر على بال ما يوصل، ده اذا وصل للمشكله فين عشان يحلها، اذا اكتشف ان في مشكله اساسا. بالانترنت اوف ثينجز بيعمل ايه؟ نستخدم حاجه زي الام ام ويف اللي قلنا عليها، اللي هي بتديتكت الموجه وتقدر بالتالي تعرف ابعادها، زي ما بتعرف يعني المسافات، انت تقدر تعرف ابعادها، ابعاد المنتج، وفي حاجات ثانيه بتقدر تحلل الصوره بعد كده، تعرف التاكل البيرنج الاجهاد عليها وهكذا. ايه في حاجات مختلفه تقدر ايه تسنس الاوبجكت المنتج من غير ما تلمسه، ده كده انا ما لمستهوش، لا ده خد ايمج وبدا يحلله، ده خد عمل اشارات وبدا يستقبله وعرف الابعاد تمام من غير ما نلمسه. وبالتالي لما يلاقي صنف معيب عرف الصنف ده معيب فين، وفتح له تشانل كده المناسبه ان يترمي منها تجري على الحته المعيبه. وبالتالي اتوانس عارفين عدد كل الحتت التالفه من كل نوع. يعني مجرد لو طلبت في دوس الزرار تيجي بالكمبيوتر، مش محتاج لما تشوف لي اعمل لي احصائيه وروح عدل يوم واحد واحد قال اثنين قال ثلاثه اعمل لكم ولا اعمل لكم مين عدل دول كام؟ لا هو بتعد على طول، الكمبيوتر بيعد على طول. ماشي كلام كويس جدا وعامل كلاسيفيكيشن وكل حاجه. يبقى ده اول حاجه. انا بقى تخيلوا ان حصل إيه؟ ان احنا عندنا المعدل المقبول بتاعي اللي بقى بنتج 10,000 حته في اليوم. في ال 10,000 حته دولت في 100 حته بيكونوا بايظين قيصر. وانا عندي 3 انواع من العيوب. النوع الاولاني بيكون منه 30 والنوع الثاني 30 والنوع الثالث 40 حته من ال 10,000، ده في المتوسط. كويس، الكمبيوتر بيطلع لي احصائيات دي منتظمه، مفيش مشاكل مفيش حاجه. شويه شويه كده بصيت الاقي ايه؟ بدا ال 40 دي بدات تبقى 50، بدات تبقى 70، بدات تبقى ايه 140. الله، يعني كل يوم بنتج 10,000 بقت هنا بيحصل لي 200 بدل 100. لان النوع الثالث ده بدل كان 40 بقى 140. ليه؟ نبتدي نفهم. مش هيبعت بقى المهندس، لا هي خط الانتاج بيحلل نفسه. ما سمارت اوبجكت بقى التحليل، يعمل تحليلات العيب ده ممكن اسبابه تكون كيت وكيت وكيت وكيت، يعمل دياجنوستيك اشارات ويبعتها ويحللها للمبادئ السيستم جواه يحللها وكده. وبعدين يبقى تقول ايه؟ السير الفلاني عايز بدا يرخي عايز يتغير. ما استناش لما حد يطلب، ده هو على طول بعت الاشاره للصيانه وهي شغاله ومحدش حاسس بحاجه، بس مجرد ان عدد القطع المعيبه من نوع معين زادت بدا بعد التحليلات يعرف ان ايه؟ ان في سير عايز يتغير. رغم سير لا اتقطع ولا اي حاجه وخط الانتاج شغال. طبعا ده معناه ايه؟ انا هناك اخذت 6 اشهر على بال ما اكتشف الحكايه، سواء اكتشفها ونفترض اكتشفها صح. يبقى انا حصل هدر عندي كبير 6 اشهر، لكن انا هنا ايه؟ في يومين اثنين في ساعتها راح محلل وباعت، يعني مجرد اللي عايز وصل عند الليف المعين بقى مظبطوا عليها، اول ما وصل على طول عرف وقال لي خلي بالك الايه؟ السير ده عايز يتغير، عمل التحليلات وكل حاجه في نفس اليوم. ده بالتالي الحق ما حصلش هدر عندي كتير. تساوي فلوس كتيره دي ولا ما تساويش؟ تساوي. تخيل بقى كان هناك هيقعد بيعمل في اليوم 100 حته هدر، فكان هيزيد، هنفترض انها زادت 100 حته بس ما عايزش تتراكم لانها هتبقى 100 النهارده بكره 120 وكده، لا هنفترض 100. فبنتكلم في بنتكلم في 6 اشهر يعني 350 يوم في 100 يعني 15,000 حته ولا 150,000 حته ايه؟ 15,000 حته باظ كلامي تمام؟ على بال ما اكتشفت. لكن هناك هو هي 100 بس ما توصلش ال 100، مجرد 100 اول 100 بتكتسب على طول ايه؟
بدأ 100 200 300 وخلاص عرف الايه، عرف اللي بتاع على طول واكتشف. طبعا ما بقاش عندك هد كتير، مش كده بس ده، هو كمان ممكن ايه، بص لو ظبطنا المسافه بين الحته الفلانيه بقى التحليلات بقى، خاصه ان ايه لو خط الانتاج ده وخطوط المواصله دي زيه متربطه في العالم، يقوم يقول ايه طب ما واحد يجرب يقول ايه، طب ما احنا ولو قللنا المسافه دي هيهل القدر بتاعي بدل 100 هيبقى 50، يوم تطلب يوم يروح باعتها الكل ونجحت القصه ديت، فيروح معمم على كل خطوط الانتاج في العالم اللي تبع المصنع. يس دكتور. ايوه. When are we gonna be having a quiz? 20 سلايد 20. وين؟ بطل لعب يا بول بالسلايد في السلايد. سلايد نمبر 20. دكتور. نعم. هو بيسأل حضرتك هيبقى عندنا كوز امتى؟ ها؟ ده بيسأل هيبقى عندنا كوز امتى؟ المفروض يوم الجمعة. لا ما تسأليش على الحاجات دي، الحاجات دي تسأل الدكتور هشام ومنظومة الدفع أصول لكم والكلام ده كله، ما حدش يسألني في المحاضرة على الحاجات دي. ماشي؟ أنا بحسب بيسأل هو في سلايد كام؟ ما سمعتش صوته كويس. يس دكتور. I don't know. Ask your representative, your group representative. Now, okay, your colleague. Oh, all right. Hey, Dr. Hisham Farag has announced that. Okay. 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 Okay, thank you. Let me continue that lecture. Okay. All right. Okay. Okay. Thanks. طيب. كلام ده جميل قوي. حضرتك هتقول لي، بقول لحضرتك يا دكتور حسن ان الانترنت سينجل دي بتاعتكم وانا مش داخل قسم كمبيوتر عندكم ولا ليش دعوه بيها. اقول لك ماشي حبيبي، هتجيلي عشان الانترنت سينجل دي هتجيبك ليه ده لما تخرج ان شاء الله كده هتجيلي برضه. فنشوف الاي تو ازاي، هنشوف الاي او تي ابلكيشن في الدومين المختلف. تعال نشوف في السيفل انجينيرنج، في النقل اكيد الجوجل ماب انتوا شايفينها. طيب لو انا بعمل تراكنج والقصه دي ده تمام. لا مش كده بس، السكر بتاع المرور دوت لو انا ممكن اطوره بدل ما قصته بالعمليه مجرد ان انا باخد مخالفات والقصه ديت، انا اقدر احصل عربيات اللي بتعدي وبالتالي اقدر اضبط عندي ارقام دقيقه للعربيات اللي بتعدي وانواعها ايه؟ لاتوبيسات قد كده، ميكروباص قد كده، عربيات تكوسه وملاكه قد كده، عربيات اتوبيسات قد كده، تريلات قد كده، وبالتالي يقدر ايه؟ يبقى عنده خريطه الزمنيه بتاعت الفلو في مع الخريطه المكانيه، الخريطه بتاعت الفلو بتاع العربيات بالنوعيات الكلاسيفايد بالنوعيات المختلفه في التايم وفي السبيس، يعني على الماب وفي الايه وفي الاوقات المختلفه، فبالتالي يقدر وارقام دقيقه جدا ومظبوطه يقدر يخطط الفلو بل ويتعامل مع الكرايسس ومع اللود بتاع الفلو اوتوماتيك كويس جدا جدا. يعني هم كان زمان بيعملوا ايه؟ لما عملوا من فتره قريبه من زمان قوي، لا عملوا اشارات وقال اشارات اوتوماتيك وهتعمل القصه دي كلها، وكان بيضطر يدخل اشاره لان ايه ما بتشتغلش صح. لا هنا بقى عنده بيانات دقيقه فيقدر ان هو يظبط الاشارات، مش كده بس، ده يقدر يعمل جرين ويف. جرين ويف يعني ايه؟ يعني موجه خضراء، يعني بمنتهى البساطه العربيه دي ماشيه في الطريق دوت، الطريق ده فيه 6 اشارات او فيه 5 اشارات 10 اشارات تمام كده؟ ما بتقفش في ولا اشاره، ليه؟ كل ما توصل اشاره تلاقيها اتفتحت، كل ما توصل اشاره تلاقيها اتفتحت، ازاي؟ لانه مع حافين متوسط السير ان هياخد بين الاشاره دي والاشاره اللي بعد منها 10 ثواني، يبقى هتفتح الاشاره بعد منها بعد الاولانيه ب 10 ثواني. والثالثه من الاشاره الثالثه 20 ثانيه، يبقى الثالثه بتطلع من 20 ثانيه. يبقى بالتالي العربيه مجرد عدت من اشاره منهم خلاص هتفضل ماشيه على طول مش هتقف ولا اشاره. طبعا ده معنى ايه؟ ان عدى الطريق ده كله في 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 5 دقائق بدل ما كان هياخده في ساعه. يقف كتير طبعا ده معناه خفف الترافيك لود على الطريق.
تمام وسهل الدنيا وقلل التلوث، قلل استهلاك البنزين، قلل اعباء استهلاك الطريق، قلل عمل حاجات كتير قوي، قلل وقت، وفر وقت، الكلام ده كله، وفر بنزين، وفر، لان لو وقف كل وقفه دوسه فرامل بايه؟ باستهلاك بنزين، كل دوسه فرامل باستهلاك بنزين، ليه؟ لان بتنزل للسرعه وكان في طاقه فقدتها بالفرامل عشان تسترجعها تاني وهتحرق بنزين تاني، هتدوس بنزين تاني، يبقى كل دوسه فرامل بايه؟ باهدار بنزين، فانت كده ماشي على طول ما بتقفش، يبقى ماشي بسرعه منتظمه، هلك البنزين يكون قليل جدا، استهلاك البنزين يكون ايه؟ قليل جدا. طيب ده طبعا ده ينطبق ايه؟ ده انا تلف الكنترول وحلينا مشكله الترانسبورتيشن. الريديشن الري بدينا مثال بتاع الارض، لا بتاع الارض لما يقاس الهوميديتي في الارض وبالتالي يتحكم في الري، بدينا كمان مثال ان ايه؟ يقدر بناء على المستوى الموجود في الترع والزمام المزروع حوالين الترع بسبب الترع ديت والنباتات المامونه يبعت اشارات ان ايه؟ ان افتح البوابه دي كده من خلال انترنت، افتح البوابه دي لمده ساعه، شيل البامب دي، افتح شغل البامب دي لمده قد كذا علشان خاطر يملى ميه على قد الايه؟ على قد الزمام، ويقدر يعرف التسريب في الترع والقصص ديت، وبالتالي يعالج علشان خاطر ايه؟ يقلل فاقد الميه بالانترنت اوف ثينجز، الكيو والاتش وتبعت، الكيو والاتش وتبعت، الكيو والاتش وتبعت، تمام؟ طيب ميه الشرب كويس جدا جدا، طبيعه باستثناء ان ونش يضرب من الحفار يروح ضارب ماسوره كسره، الماسوره اللي بتنفجر لوحدها ديت ده عاده بتكون قعدت سنين تسرب، فانا لازم لو اكتشفت اتعملت عندي وسيله اكتشف التسريب ده مش هيحصل ابدا الماسوره تنفجر، وفي نفس الوقت مش هيحصل عندها هدر ميه، للاسف احنا عندنا هدر كبير جدا في شبكه الميه واحنا بندفع ثمنه كايه؟ كمستخدم نهائي بيتحمل في الليل لان بيديني تكلفه عاليه، لكن لو انا منعت التسريب الميه التسرب دوت كان انها هيقلل التكلفه وبالتالي كان هيقلل التعريفه بتاعت الايه؟ الميه. طيب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ ان انا بقيس الفلو اللي اول الماسوره وفي اخرها، ادي الماسوره بقيس الفلو بتاعي، لو كمية المية اللي داخلة هي بتساوي كمية المية اللي خارجة أو كمية المية اللي خارجة بتساوي كمية المية اللي داخلة يبقى الماسورة دي 100%. بدأت تقل يبقى معناها في تسريب، يبقى بدأت الماسورة دي تتاكل في حتة الماء. تمام يبقى محتاجة الماسورة دي تتغير. تمام؟ مش هستنى لما إيه تتاكل ويزيد التاكل شوية شوية لغاية لما تنفجر. نفس القصة في الأوسويتر في الصرف الصحي ده بنعرف البلوك فين والقصد ده. السمارت هوم مثلا ده المثال الشهير ده بنقول ايه؟ بتخش اوضه تفتح النور وتسيبه وتمشي يفضل طول اليوم الليل شغال لغايه لما حد يكتشف يقول مين اللي فتح النور هنا؟ قلت النور يا جماعه حرام النور المستخدم ده. لا هنا بقى ايه؟ بدات يعمل ازاي؟ يحس ان مفيش حد في الاوضه يروح طافي النور اوتوماتيك. بيعد من كم واحد داخل كم واحد خرج وبالتالي يعرف امتى الاوضه فاضيه، لو خرج ونسي النور النور هيطفي لوحده. تمام؟ تحكم بالموبايل من تراجع عشان تشغل التكييف عشان بدل ما تقعد تسيبه شغال كده تشغله ان تتحكم يطفي الجهاز الفلاني يعمل كده بدل ما يقعد شغال لغايه لما تجيله. تمام؟ يبقى ده كده سمارت هوم. طب ما دام في سمارت هوم يبقى برضه في عندنا الانتليجنت بيلدينج، يبقى نخش على السكيل بتاع المبنى نفسه طبعا. ونخش على السكيل بتاع سيتي بقى بنتكلم ايه؟ المرافق اللي فيها الترافيك، فيها الري، فيها الترانسبورتيشن، ميه الشرب، ميه الشرب، لا وكمان جمع القمامه يكون برضه لو عملنا سيستم اي او تي لا يبقى بنتكلم على سمارت سيتي. تمام كده؟ كلام كويس. يبقى حضره المانترا سيفل دوت ايا كان تخصصك بعد كده هتجيلي. في حاجات اهي اجهزه بتقيس الليكج بتبعته على الانترنت على الانترنت. طيب واحد يقول لي لا انا داخل بقى ايه؟ ميكانيكي. هتخش ميكانيكي. طبعا اتكلمنا عن الاندستري 4 خلاص وقلنا القصه دي لو انت مهندس انتاج، طب انت مهندس سيارات سيلف درايفنج كار وحتى الكار العاديه النهارده بقت فيها القصه بتاعت ان ياخد المؤشرات بتاعتها ويبعتها للايه؟ للمصنع وبالتالي يبعت لك يقول لك خلي بالك انت الزيت قل غير الزيت زود الزيت السير الفلاني عايز يتغير القصه دي كلها. تمام؟
وفي النهايه بيحسن اداء العربيات. يعني هو بس بتوصل الكام مليون عربيه اللي هو حاططهم في العالم موزعهم على مئات الملايين 100 مليون عربيه او المليونين 13 من العربيه دي اللي هو بيعها على مستوى العالم، فيبتدي بيتابع ادائها، وبالتالي يقدر دايما باستمرار الترس ده، الترس ده بيتاكل ودوب بسرعه، الترس ده اللي بيحصل له بيرنج بسرعه، يبقى ايه؟ لا غير الماتيريال بتاعته. طب لو غيرت الميكانيزم كده هيعيش مده اطول، ويبتدي يحسن ايه في المنتج بتاعه بناء على الفيدباك اللي جاي له. العربيات اللي بتبعتها للخليج، خلي بالك ده جو حار وبتاع كده، العربيات اللي بتبعتها في مصر الطرق فيها معهده وقصه كلها، فخلي بالك انها تكون سيستم. طبعا الحاجات دي جايه من ايه؟ مش افتراضات كده وان الكلام نظري، لا نتيجه الايه؟ المؤشرات والقياسات اللي بتيجي من العربيه لايف وتتبعت للايه؟ من خلال الانترنت الكلاود بتاعت شركه مصر. لما تتكلم طاقه يبقى برضه هتتكلم في الطاقه بالاي او تي عشان ايه؟ استخدامات تشغيل الطاقه دي. ماشي. كنا مثال الكونكتد كار زي العربيات بتشوف بحيث الوعات اللي حواليها. ماشي. مهندس كهرباء، مهندس الكهرباء الكتريكال انجينيرنج، هنا عندنا الكهرباء لما بنتكلم فيه عندنا شبكات الكهرباء فيها ثلاث مراحل، جنريشن توليد محطات التوليد، وبعدين شبكه الضغط العالي اللي بتنقل من خلالها الطاقه الكهربائيه، وبعدين التوزيع اللي بيوصل على المحطات الاماكن اللي هتوزع فيها الكهرباء اللي هي بتوصل بقى بالبيوت والمحلات والقصص دي كلها للاند يوزر. كل ده كله بالاي او تي هيديني الليكج والتسريب والتوزيع التنظيم بتاعها وكل القصص دي كلها، هيديني معلومات كافيه حقيقيه، وبالتالي يساعدني على تطوير شبكه الكهرباء بتاعتي والاستخدام الامثل بتاعها وضبط الضغوط. طبعا احنا عندنا اجهزه ريدي للكلام ده، واحتمال يبتدوا قريب ان هم يشغلوا يعني في مشروع شغال دلوقتي للقصه دي دلوقتي من غير محتاج تدخل عنصر بشري. في السمارت ستريت لايت، شارع ظبطين الاضاءه بتاعت شارع صلاح سالم نور الاخر كده، بيجي بالليل من المغرب لغايه الفجر الشروق يخليه كله منور. اشتراك هذا المنور يقول لك لا بص الضغط عليه بيقل بعد الساعه 11 فقلله للثلث، وبعدين بعد الساعه 2 قلله لغايه الفجر للايه؟ للنص او للربع. ماشي كده ثلثين نص كده، يعني بيقلل ازاي؟ ثلث يعني ايه؟ يقلل ثلث يعني ايه؟ يبقى كل ثلاث فوانيس فانوس مطفي، كل ثلاث فوانيس نص مطفي. تمام؟ النص يبقى فانوس وفانوس، فانوس مطفي ونص مولع. بيتحكم فيه بالقصه ديت بناء على ايه؟ طيب. ده انا عملت بلاننج كده، لكن بيحصل ايه؟ بيحصل عندي اوقات يحصل راس السنه ما اعرفش ايه، القصه دي ماتش اهلي وزمالك في مناسبه ما اعرفش ايه. الناس بتبتدي يكون في ترافيك عالي على الطريق في الاوقات بعكس الاهمال، فالعمليه دي بدل ما تبقى ثابته على طول بخلي ان انا اقيس الترافيك، وبناء على الترافيك احنا قلنا هناك في طريق يا ترى الترافيك ازاي؟ بناء على الترافيك اللي شغال على الطريق ان انا اقدر اظبط الحجم الاضاءه يتناسب مع الترافيك ده. دلوقتي الضغط عالي خلي الفوانيس كلها شغاله، بدا يخف الضغط شويه قلل الثلث، بدا يخف اكتر قلل لغايه النص، بدا يخف قلل خليه بربع الاضاءه. تمام؟ وهكذا بناء على حمل على حجم الترافيك على الطريق والطرق المختلفه، ما بقاش محتاج ان يعمل يخطط حاجه وما تطلعش مظبوط. كلام كويس قوي. بتاع البيئه هيجي له نفس القصه، المنتج بتاع الاناس بتاع الايه؟ التلوثات والقصص والحواديت دي اللي بتيجي من وسط الجبال عدد على فكره الكلام ده ممكن ينفع للبعوض والحاجات ديت، الحاجات اللي بهجوم الحشرات، وبرضه اللي لما يكون في اشعاعات او يطلع كمان غازات كلور كلام حاجات دي كلها ممكن ان احنا نسنس ننقذ الناس بدل ما يحصل مش كنا نتسمم وبعد كده نكتشف ان ندخل نحل. في حاجات في الانتردسبلينري اللي هي زي الانتليجنت بيلدينج،
الأبنية الذكية طبعاً إن أنت ده بيشمل تخصصات مختلفة، السمارت سيتي زي ما قلنا فيها كهرباء وفيها نقل وفيها ما أعرفش إيه وفيها فيها وفيها تمام. برضو عندنا الهيلث أبليكيشن، الهيلث أبليكيشن قلت مثال الناس كبار السن، لا برضو في الرياضة يعني كان زمان إن هو يظبط يشوف الرياضة دي إزاي بيتابع ويظبط اللعيب، مدرب بيتابع اللعيب بتاعه ويحسن أدائه، كان بحاجة بسيطة جدا، كان بحاجة بسيطة جدا إيه؟ إن هو كان بيعمل إيه؟ بيصور اللاعب وهو بيتدرب وبعدين ياخد الفيديو دوت، مش في برامج تشتغل وتقطعه وتبتدي يعملوا عليها ايه قياسات فيديو اناليز سيجنال يعملها ازاي، طبعا عمر الكلام ده يكون دقيق قوي ماشي. بدا يعمل ايه، بدا القصه ديت الكوميونيكيت وتاخدها بقى يربط يلبس الرباط حوالين رجله كده في حوالين العضله، وبالتالي ايه يقيس الحركه والزاويه والقوه وما اعرفش ايه وقوه الضربه وقوه الركله وقوه ما اعرفش ايه والسرعه والزاويه بتاعه الرميه والقصه دي كلها يقدر يقيسها وشايفها المدرب اونلاين. يقول له ايه ارفع رجلك، ارفع رجلك فوق شويه، انت بتعمل ايه، ما تنسي ادي الزاويه بتاعتك، ارجع صدرك ورا شويه. الكلام ده فعلا بيحصل يعني إيه. انا شفت تراك بتاع تدريب التزلق على الجليد ازاي ان بيطلع له الزاويه بتاعه ميل اللاعب بصدره كده علشان يحقق اعلى سرعه، لو الزاويه دي زادت هتقل السرعه، لو قلت هتقل السرعه، لازم يمول يدفع بزاويه معينه علشان يقدر يحقق اعلى سرعه في التزلق. ما بقتش العمليه ايه، لا والكلام ده بيبان اونلاين على طول، باين على شاشه الكمبيوتر قدام المدرب، الاي او تي مساعد على القصه ديت، بتقيس الدوره بتبعت على طول ده ارجع صدرك، ارجع صدرك شويه، ارجع ايوه كده ارجع، لا بس ارجع انت صدرك شويه ثانيه هكذا. يبقى المدرب اونلاين معاه شغال من غير ما يمسك ايه منجله ولا ما اعرفش ايه عشان يقيس الزاويه ولا بعد كده، هي على طول اي او تي بتقيس وبتبعت الاشاره على طول للايه لكم من خلال الكلاود للمدرب وتقول له ده كده لا دخل فرنج معقول، لا بدات تصفر بدات تحمر يبقى كده وطى زياده عن اللزوم خليه يرجع تاني، بتدي الاشاره. طبعا في الهيلث في كلام كتير جدا في القصه دي واستخداماتها ايه، ده مش بس هيلث عشان تستعين، لا الاصحاء كمان هيلث يعني ايه، تتكلم على العيان والصحيح يعني الرياضي، نتكلم على الرياضي، نتكلم على الناس العواجيز اللي عندهم مشاكل صحيه، الكل موجود ناس. سمارت هوم هسيبكم تقروا السلايد ديت وتستمتعوا بيها تمام، تستمتعوا بيها اللي هيلث ادينا امثله لها، تستمتعوا بيها سامعين كلمه تستمتعوا، ايوه الموضوع تشيقها وصول ان انتوا تبحثوا، انسوا قصه الامتحان ده شويه يعني، خدوا العلم للعلم. اي او تي ابلكيشن على المثال الانترناشونال، طبعا من القصه دي الناس بدات تشتغل فيها جامد واقتصادية والعائد بتاعها عالي قوي، بدأت الشركات الكلاود العالمية تجهز نفسها للقصة دي، تتيح للخدمات لليوزر عشان يعملوا التطبيقات على الاو تي، فجوجل عندها الكلاود بتاعتها بدأت هي ان تسمح لك ان انت تعمل ايه التطبيقات اليوتيوب بتاعتك على الكلاود بتاعتها، قبل نفس القصة امازون نفس القصة، ازور مايكروسوفت ازور نفس القصة. يعني امازون مثلا عاملة ايه كيت اسمها هوم كيت، الهوم كيت دي كيت بتاخدها عندك في البيت توصل بيها الاجهزه اللي هي متوصله الاجهزه توصلها بيها، وبالتالي تاخد الاشارات تستخدم تعمل موبايل ابلكيشن عليها وتستخدم الايه الامازون كلاود، وبالتالي تقدر تتحكم فيها وتكتب برامج لتحللها وتعمل فيها شغل تمام. في الكلام ده فبتكون جاهزه للقصه دي. طيب هل دي البلاتفورم الوحيده؟ لا، في بلاتفورم كتيره كلاود بلاتفورم مخصوصه للانترنت ابلكيشن كتيره، منهم ايه انا عدى السايت ديت هنرجع انا عدى السايت نرجع لها من ضمن البلاتفورم الموجوده قلنا الامازون، في مايكروسوفت ازور، اي بي ام بقت برضه لها الاي او تي بلاتفورم، عامله الاوراكل، السيلز فورس ديت عامله عشان الماركتنج وسيلز حاجات الكوميرشال ابلكيشن، بوش عامله كلاود خاصه بيها علشان المنتجات بتاعتها على مستوى العالم، بتتابع المنتجات بتاعتها على مستوى العالم بعدها
وطبعا بتنفع للايه لليوزر بتاع مستخدم، تقول له غير الزيت غير ما اعرفش ايه، بتستخدم كده غلط تستخدمها صح. السيسكو عامله كلاود القصه دي لانها شركه كوميونيكيشن، السياب شركه سوفت وير وعامله القصه دي، جنرال الكتريك برضه عامله زي بوش عامله ايه الكلاود بتاعتها للاي او تي برضه تتبع لايه تتابع المنتجات بتاعتها على مستوى العالم وتسمع اليوزر يعمل ابلكيشن عليها. تمام. برضو نرجع ورا شويه بقى للسؤال اللي فوتناها. نتيجه القصه ديت بقى في ايشوز مهمه جدا، حاجات بقى مشاكل نتيجه الاي او تي بدا ان احنا الناس تفكر فيها تقول اه. اول حاجه الخصوصيه، اه بقى حلوه وهي بتتابع بتعمل العربيه بتاعتي بتتابع ادائها وبتنصحني والكلام ده كويس جدا، بس لما اخذه هي كده بتتجسس عليا، هي كده بتخترق الخصوصيه بتاعتي، عارفه انا ماشي فين ورحت فين واتحركت ازاي. طبعا فدي معركه قائمه قانونيا بين الناس الاند يوزر وبين الشركات الكبيره اللي شغاله في القصه ديت. المعركه دي هتنتصر فيها في النهايه الشركات وتبقى ايه الزامي. دلوقتي بيقولوا لهم ايه خدوا موافقه الاند يوزر، يعني اللي مش عايز عربيته تتابع خلاص ما يستفدش من الخدمه دي انسوه، لكن اللي عايز ان اللي موافق على عربيته تتابع اديله ميزات ويخليه ايه يعني، فلازم خد موافقه اليوزر الاول. لكن اعتقد بعد كده هيوصل لمرحله ان ايه سيبك اعمل اللي انت عايزه من غير ما تاخد موافقه اليوزر. تمام. السكيورتي ان ما فيش حد يخش يعطل عربيه، ما بقت الدنيا مفتوحه لازم تامن للتاب. فطبعا الناس بتامن القصه دي ان ما حدش يتحكم في العربيه وانا ماشي فيها كده بص الاقيها وقفه. على فكره دي مشكله لان اللي قايمين على السكيورتي في الحاجات برضه مش اونست، مش شرط على فكره، بيقولوا كلام كويس جدا جدا وبيفتحوه بيعملوا مصايب. يعني قبل عملت قصة كده سيكوريتي وما فيش حد يقدر تمام يفتح الموبايل بتاع الواحد ولا حد يقدر ولا ايه ما عرفش ايه، واللي بايت ده ارهابي وهات القصة دي ونفتح الموبايل. قبل لا انا ملتزمة مع اليوزر بتوعي. في النهاية الشركة الاسرائيلية اللي عاملة السيكوريتي بتاعت قبل هي اللي راحت فتحت الموبايل، خلاص قبل التزم، قبل ما فتحتهوش اللي فتحت الشركه ايه صاحبه البرنامج، انا ماليش دعوه انا. تمام. فطبعا يعني دي ار نوت اونست برضه في الحته دي. في مشكله ثانيه اللي هي الداتا اونر شيب، من يملك هذه البيانات الكثيره؟ هل اليوزر يملك بياناتهم اونر شيب بتاعته ولا الكلاود ولا اللي عامله البرامج والتطبيقات؟ هنا دي ايه في نزاع على القصه دي. تمام. نزاع برضكم. برضو من الحاجات الثانيه اللي هي ايه المسؤوليات الليجال ريسبونسابيلتي، انا ما كتبتهاش رسالة بس الليجال ريسبونسابيلتي ازاي. لما اديت اعراض لما عربيه بتاعت السيلف درايفنج كار بتاعي جوجل عملت حادثه، عملت حادثه ضربت واحد بعجله، فطبعا تعالوا مسؤوليه مين؟ لازم تقعد معايا. فبقت مسؤوليه مين؟ هل مسؤوليه الشركه مصنعه العربيه ولا مسؤوليه المبرمج اللي برمج العربيه ولا مسؤوليه صاحب العربيه ولا؟ فطبعا هنا بقى ايه؟ بقى في طبعا من احد الجوانب القانونيه اللي محتاجه انها تدرس وايه وتتظبط القصه ديت. المسؤوليه دي الجنائيه هنا في الحاله دي بتاعت العربيه اللي عامله سيلف درايف كان عملت تبقى مسؤوليه مين؟ تمام؟ فهنا دي من الدبال اللي شغال. باد ديبلويمنت اوف بيج داتا، يعني ايه؟ البيانات بتاعتنا متاحه دلوقتي وموجوده ممكن تسرب لجهات مش جهات ايه؟ غير سويه. طبعا ده مشكله كبيره جدا جدا. بس دي. اخر سلايد، انا طبعا دي كلها امثله لحاجات اللي بتديها امازون وبتديها الكلاود المختلفه، بلاتفورم مختلفه للايه؟ لليوزر بتاعتها على البلاتفورم. نشوف اخر سلايد دي بتقول لي لما اكون انا دبل اي او تي بيحصل ايه؟ بيكون عندي اربع لاير على الكلاود اسمها اي او تي كلاود، كلاود بتاعت الايه؟ الاندستري 4.
اللير الاولانيه تحت خالص ديت دي بتعمل دي اللير اللي هي فيها الاجهزه ملامسه الاجهزه السنسور موجود على الاجهزه وبتقرا وبتتابع اللي بتطلع بيانات على الاجهزه وبتشغلها وبتبعت على الكلاود المباشره. اللير الثانيه اللي هي النود اللي بتتجمع عليها برضو في البلانت في خط الانتاج او القصه دي ماشي. اللير الثالثه بتاعت المصنع كله القصه الحدوته دي. اللير الرابعه بتاعت الشركه على مستوى الايه العالم سواء عندها مصنع واحد او 10 مصانع او قصص. اربعه لير ده الاركتكشر بتاع الدبل اي او تي. وكفاكم هذا. حد عنده اي سؤال؟ باشمهندسين رحتوا فين؟ حد عنده سؤال؟ دكتور بعد اذنك هو المحاضره اللي فاتت كان فيه 30 سلايد ما اتقالوش. خدتهم هنا لانه ما كانوا اي او تي. ما هو كان في ادفانتجز وديس ادفانتجز هي السلايد. لا 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 بص فيرجن 3 اللي انا نزلتها لكم هي الفيرجن الاخيره بتاعت الكلاود فيرجن 3. ما انت تلاقي فيرجن 3 خش على التيم كده شوفوها تلاقي كلاود فيرجن 3 اللي هي الفيرجن 3 اللي موجود دلوقتي هي دي الفيرجن الاخيره المسؤول عنها بالنسبه للكلاود. لكن الفيرجن الاولاني ده خلاص مش مشكله. لا 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 وبعدين يا طول انها سجلتها وطول انها اتحملت يعني او الدكتور سامي يكون حملها لكم. ودي برضه انا سجلتها على فكره. المحاضره دي انا سجلتها قبل كده امبارح. فبرضه ممكن تكون تتحمل لكم. وغالبا دي هتفضل فيرجن الاخيره مش هعدل فيها. تمام. تمام؟ ماشي. اي سؤال؟ دكتور لو سمحت اخر سلايد 8 و9 مش فاهمه. طب نقول اللي بيقول اخر سلايد، اخر سلايد عايز فيها ايه؟ اخر سلايد يعني مش فاهم الاركتكتشر دي عباره عن ايه يعني او هتسال فيه ازاي؟ الدبل هي بتقول السلايد ايه؟ دبل اي او تي كلاود، كلاود الاي تي دي اندستري دي بتبعت على كلاود سواء برايفت او بابليك تمام؟ بتبعت على كلاود، بتبعت على الكلاود دي ازاي؟ ادي الكلاود اهي في الجنب اهي محطوط. فعندي أربع مستويات في الصناعة. المستوى الأولاني اللي هو إيه؟ على المكن. الأجهزة والسنسور الموجودة على المكن. وبتقرا الإيرادات والحاجات بتاعتها وأثناء بتعمل لوكال كنترول وقطع حاجات بسيطة جدا وبتبعت للإيه؟ المؤشرات بتاعتها للكلاود. كلام كويس جدا. اللير الثانية اللي هي برضو كنترول بس إيه؟ على مستوى أكبر يعني إيه؟ يعني ده انا عندي سنسور للحراره يعني ده اللي بيلم السنسور بتاعت الحراره كلها السنسور بتاعت الضغط كلها واخد ايه الحاجات دي كلها اللي بيشغل على كذا ايه كذا نقطه بياخد بقى من الكلاود هي براحة الكلاود بياخد البيانات دي من الكلاود يبتدي ايه يشتغل عليها ويطلع مؤشرات تستخدم في اداره المصنع الليفل الثالث اللي فوق. الكلام انا عندي شركه فيها اربع خمس مصانع في العالم فبتتجمع الكلام ده كله يتحط ايه على الكلاود وبيدار للشركه من خلال اي ار بي او اللي ساب الابلكيشن يعني اللي هو بقى شون عاملين وحسابات وانتاج تحقيق انتاج الخ 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 وصيانه والكلام ده كله تمام. استخدمنا الكلاود ان كل واحد بيتعامل مع الكلاود يبعت عليها ويستقبل منها الايه اللي هو محتاجه تمام. يا ساده يا فاضل نيجي اللي بيقول 8 و9 لا 8 و9 انت ده اصعب حاجه ده اكوزيشن سيستم اللي طبعا صعب ان انا اعيدها تاني يعني كل اراضي في التسجيل لان دي هتاخد بقى خمس دقايق علشان اشرحها تاني فده مو اسمعها في التسجيل. طب دكتور معلش اتفرج حاجه ثانيه على ما اعتقد دكتور معلش في الترانسديوسرز هي الموضوع ده بيبقى قبل السامبل اند هولد ولا بعد السامبل اند هولد؟ قبل طبعا هي عشان تخش على السامبل هولد لازم تكون فرنج معين كهرباء فرنج اشاره كهربائيه فرنج معين عشان تخش على السامبل هولد اساسا تمام. الكلام ده بيكون قبل منها جوه البروسيس في وسط البروسيس نفسها يعني تاكوميتر بيقيس السرعه
جوه الايه ان انت بيحول السرعه الى الكتريكال سيجنال. خلاص بعد كده بتخش على دايره كونديشن سيجنال عشان تخليها ايه سيجنال مناسبه تقدر تخش على سيجنال ايه سامبل اند هولد. تمام تمام يا دكتور ماشي. اي سؤال؟ ماشي يا باشا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.